السلام عليكم. السلام عليكم، يا ترى الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له، ولك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا لرضاك. اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وأحصاه كتابك ووسعته رحمتك، وصلت عليه ملائكتك وجميع خلقك. وبعد، حياكم الله وبياكم. والله براحتكم، يعني انا عارفه ان كل اللي موجودين افاضل ومحترمين ويقدروا الوقت وبيقدروا اهميه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، فهم اذا هيكون تواصلنا مقنن فما فيش مانع ان هو يفضل مفتوح. انتوا شايفين ان هو بيشتتكم، انا هركز في كلامي يعني، بس الا لما يكون في يعني خلوه مفتوح، وكل الناس ان شاء الله افاضل على قدر المسؤولية. ما فيش صوت؟ انا اعتقد اتقال لي في الاول ان الصوت تمام، الصوت واضح. طيب، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ونحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل منهجنا في تربية أولادنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله معينا لنا لبناء شخصيات نفخر بها ونلقى الله بها عز وجل، ويجعلها في موازين حسناتنا جميعا. استعرضنا في اللقاء الماضي المرحلة العمرية اللي هي مرحلة الطفولة، أقل من 3 سنوات، وكان فيها 6 مجالات من 11 مجال اللي اتكلمنا فيهم أول مرة. اليوم هنستكمل بإذن الله تعالى مرحلة الطفولة من 3 لـ5 سنوات، وهي هتشمل 9 مجالات من 11 مجال. لو حبينا نفكر بعض بسرعة بال11 مجال عشان يبقى ذهننا كلنا حاضر، واللي دونهم عنده يراجعهم برضو مرة تانية. كان عندنا المجال الإيماني، ومجال العلم الشرعي، والمجال السلوكي، والمجال العقلي، والمجال الدعوي، والمجال الفكري والمنهجي، والمجال النفسي وإدارة الذات، وكان عندنا كمان المجال الأسري والاجتماعي، وبعدين مجال اللغة والتواصل، ومجال التقنية والمعلومات، وأخيرا كان المجال القيادي والإداري. ال11 مجال دول كانوا عبارة عن إيه؟ دي المجالات اللي لازم الآباء والمربيين ياخدوا بالهم جدا، إن أنا وأنا بربي أولادي يكون عندي مستوفي للمجالات دي كلها. ما ينفعش أربي أولادي في ناس بتركز قوي على جانب الإيماني، تلاقيها تحرص على ان اولادها يحفظوا القرآن ويكونوا بيلتحقوا بالمساجد ويكونوا بيروحوا يصلوا، لكن مش مهتمين بجوانب تانية زي مجال النفسي وإدارة الذات. احيانا يهتموا احيانا لا. مجال اللغة والتواصل، ازاي يكون عندهم تواصل جيد مع الاخرين، وازاي يكونوا ناجحين في اكتساب اللغة والتواصل بتاعهم. مجال التقنية، لا يلاقوهم يخافوا عليهم من لا بلاش يستخدموا الانترنت ولا يستخدموا اللابتوبات ولا الكلام ده، لا يبعدوا عن الحاجات دي. طبعا مجال القيادة والإدارة ده محدش أصلا بيفكر فيه،
غير لما الناس بتكبر وبعدين تلاقي نفسها بقت في مناصب قيادية أو في مجال الإدارة، فبتدي تدور على دورات عشان تبتدي تتعلم يعني إيه قيادة، ويعني إيه فريق عمل، ويعني إيه إدارة، ويعني إيه أقنع، ويعني إيه أتفاوض، ويعني إيه كل الحاجات الإدارية دي. فإحنا هنا بنقول لأ، إحنا لازم ننتبه من البداية من ولادنا صغيرين، وعند كل مرحلة ينفع ندعم فيها مجال من المجالات دي هندعمه على طول. شفنا احنا في مرحلة الثلاث سنوات ما كانش فيه مجالات كتير، يعني اخدنا المجالات زي المجال الايماني، واخدنا المجال السلوكي الاخلاقي مرة مهم جدا لان هو بيبدأ في تشكيل السلوك عند الاطفال الصغار، وكان في بداية للمجال العقلي، وكان في بداية للمجال النفسي وإدارة الذات، وكان في بداية للمجال اللغة والتواصل، ودي فترة ذهبية بيكتسب فيها الأطفال اللغة. وبعدين ما كانش في بقية المجالات ما كانتش موجودة. لو الواحد فاته محاضرة يجيبها إزاي؟ والله حضرتك أستاذ شريف تسأل الدعم الفني، انا اعتقد انها هترفع ولكنها بتاخد فترة من الوقت على بال ما تتحضر، وهم جزاهم الله خير بيقوموا بالموضوع ده. اعتقد انها هتترفع على اليوتيوب الخاص بالاكاديمية، لكن امتى ما عنديش علم الحقيقة، فممكن الدعم الفني يفيدونا في النقطة دي. وعموما انت ما فاتكش كتير، يعني احنا قدمنا اول محاضرة للموضوع والاسس اللي بيعتمد عليها المنهج، وتاني محاضرة كان عمر الثلاث سنوات. النهاردة ان شاء الله بنستكمل اهي. استاذة اروى ردت عليك من الدعم الفني. في النهاردة ان شاء الله هنستكمل. احنا فكرتنا ايه؟ فكرتنا ان احنا عايزين نكون تكامليين، بمعنى ان احنا لما في ايدينا رزق الله عز وجل اعطاه لنا نحصل على هذه المادة العلمية على ورق، ممكن لا ممكن على هو ورق مفيش مشكلة، بس المفروض ان انا اكتبه الاول وبعدين ممكن ابعته لك على ايميل او ابعته الاكاديمية وهم يرفعوه على الفيس او على، يعني نشوف طريقة. ما عنديش اي مشكلة ان الموضوع يكون في ايديكو ملف وورد يمكن قصدك. طيب بس حتى اسمحكو انه تعطوني فرصة اني انا اكتبه، لاني مع الشيت اللي هو قدامكم دلوقتي ده تقصدوه، ولا انتوا قصدكوا المادة العلمية اللي انا بتكلمه اصلا؟ ده خلاص هو اوريدي هو موجود، يعني ده يعتبر بس انا عامله لكم نموذج واحد. وانتوا ان شاء الله النهاردة من خلال الكلام هتعرفوا انا ليه عامله الجدول ده، علشان انتوا تعملوا زيه كده في دفتر عندكم او في مرجع ورقي، يعني تقدروا ترجعوا ليه في اي وقت. انا عامله لكم الديزاين علشان انتوا تعملوا زيه بالظبط. يعني احنا النهارده بادئين، انا ما ابتديتوش من المره اللي فاتت، لكن انتبه ان انا لازم اديكوا شكل عشان تمشوا عليه. فنفس الكلام كده خدنا ادي اول مجال، المجال الاول. لو تحبوا ان انا اكبر لكم صوره شويه، يعني ده المنهج. ادي المرحلة الثانية فيه. احنا المرحلة الاولانية كانت عبارة عن الاقل من ثلاث سنوات، وخدنا فيها المجالات بتاعتها. النهاردة مرحلة الطفولة من ثلاثة لخمس سنين، اول مجال فيها المجال الايماني. هي احنا معانا كم مجال النهاردة؟ احنا معانا تسع مجالات من الحداشر. يعني العمر ده يناسبه ان الام والاب يشتغلوا على تسع مجالات من الحداشر مجال وهم بيربوا اولادهم في العمر ده. طيب الاثنين التانيين لا، مش ما بيبتدوش من المرحلة دي، بيبتدوا من مرحلة متقدمة شوية. طب ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا عشان نبقى عارفين؟ احنا راجعنا الحداشر مجال في الاول. اللي معانا منهم النهاردة طبعا المجال الايماني. المجال الايماني ماشي معانا من اول الطفل ما بيتولد، ما يعني ما بنكنسلهوش، ما بنستبعدهوش في ولا فترة من فترات العمر.
وبعدين مجال العلم الشرعي معانا، خلاص ابتدى الطفل يتكلم ويكتسب لغة وابتدى يتعلم ويدرك، فلازم نبتدي نعلمه علم شرعي. ايه مستوى العلم الشرعي وايه حجم المعلومات اللي المفروض ياخدها؟ ده اللي هيختلف من مجال للتاني. المجال السلوكي معانا، لازم نتعلم، بنفضل نتعلم سلوكيات. بالعكس المرحلة الاولى كلها مرحلة ذهبية في تعلم السلوك والاخلاق، وهي غالبا اللي هي ايه، من شاب على شيء شاب عليه، يعني هي غالبا اللي بتكون مترسخة عند الانسان وبيداوم عليها اغلب عمره، حتى لو اعترضته في فترة من الفترات ان هو مش هقول ينحرف، لكن يخرج شوية او يبعد شوية عن المنهج اللي هو تربى عليه وللأسرة واللي هو خرج منه من خلال الأسرة او المدرسة اللي اتعلم فيها. طبعا الاباء والامهات بيحرصوا على انهم يختاروا لاولادهم مدارس يكون فيها قيم، يكون مدرسة لها رؤية ويكون لها رسالة ويكون لها اهداف، ويكون تكون سامية في توجهاتها على حسب هو متوجه ازاي هو كمان. فاذا كده بيبقى التأثير راسخ. مهما لما بنيجي بقى لمرحلة المراهقة والتغيرات الزمنية والتداخل العوامل والكلام ده، لو انحرف شوية او بعد شوية الا بيرجع تاني. لما بيكون زي ما بنقول كده النبتة او البذرة سليمة وصحيحة، ان شاء الله بتفضل حتى لو جات لها ريح، جات لها انحنت شوية، لكن بترجع تاني تبقى جميلة وبيكون لها ثمار بإذن الله تعالى. طيب المجال العقلي برضو معانا، خلاص هو إنسان واكتمل وابتدى ينمو، فكل شوية بيتقدم عنده النمو العقلي بتاعه، بنهتم به. مجال بقى زي المجال الدعوي، لا مش لازم يبدأ من المرحلة المبكرة قوي دي، يعني احنا مش هنأمر طفل 3-5 سنين ان هو يبتدي يدعو الى الله، طبعا كلام مش منطقي. كمان مجال تاني زي المجال الفكري والمنهجي، مش هنطلب ان هو يكون عنده رؤية ويكون هو مبادر هو يتعلم القيادة، لكن مش هيكون له منهجية وفكر مستقل في مراحل متقدمة برضه، مش منطقي. ليه؟ اللي هو مجال الدعوة، يعني مجال الدعوة مش منطقي ليه؟ لان طفل 3-5 سنين يعني يعرف يدعو الى الله ازاي؟ يعني انا هقول له هتدعو الى الله بسلوكياتك، طب انا لسه اساسا عايزه اعلمه السلوك، يعني لسه انا بشكل سلوكه، بعمل له حاجه اسمها نموذجه، يعني بعمل له نموذج للسلوك الجيد ونموذج للسلوك الحسن وبعرفه له. فانا يعني هيجي يدعو طفل زيه ولا مش مدرك لسه؟ يعني مش دي المرحله اللي هتثمر معايا لما ابذل هنا جهد في المجال ده، لكن هبذله في مرحلة متقدمة شوية. يعني ده انا قصدي، مش منطقي، مش انه لانه لا يدرك. يعني مجال تاني. اما بقية المجالات بقى معانا، يعني هو بس المجال الدعوي اللي ممكن يتأخر شوية. المجال الفكري والمنهجي انه هو يبقى شخص له رؤية وله منهجية. عموما احنا بالفعل، انا قلت في اول لقاء يا استاذ ابراهيم ان احنا كنا عايشين، مش هقول كلنا عشان ما حدش يزعل مننا، في ناس واعيه من الاول، لكن كلنا ما كانش عندنا منهجيه، واحنا تربينا يعني بقدر الله، وجالنا اولاد وربناهم بقدر الله برضو. ما حدتش تنفع بقى دلوقتي العشوائية دي، وان كل واحد يجتهد، واني بتلقي محاضرة في المسجد. طيب فهي يا استاذ ابراهيم، هي الفكرة ان احنا ما كناش مركزين قوي في اني ان احنا هنسأل، احنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحمد لله اللي ربنا دلوقتي يعني كشف عنا فترة زي ما نقول الغفلة، ولا ان احنا مش واخدين بالنا، ولا ان ما كانش من اساسيات حياتنا. حتى لما كنا نيجي نأسس البيوت او نختار، برضو ما بيبقاش اساسي عندنا. طب احنا لما
ما بن... يعني بنتفق على كل حاجة، بس ما بنتفقش على منهجية تربية الأولاد. وحتى لما ربنا بيرزقنا بيهم بتلاقي برضو الآباء والأمهات مختلفين حتى مع بعض، يعني مختلفين حتى مع بعض في أسلوب التربية. في طيب فإحنا إن شاء الله مع بعضنا نساعد ونعين بعض، إن إحنا من دلوقتي يكون عندنا منهجية ورؤية ويكون عندنا وعي وإحنا بنربي أولادنا. وعلى فكرة إحنا مش عايزين المنهجية دي يعني نستأثر بيها لنفسنا، لأ، أنا نفسي كل واحد فينا يكون هو من مكانه مبادر، ويكون من مكانه هو داعية بيدعو إلى هذا المنهج. بيدعو إلى هذا المنهج، وكمان يبتدي يقول للآخرين عليه، يبتدي لو هو له أصحاب له قرايب. يعني أنا كان نفسي، أنا مش مهتمة إني يكون كام بيسمعوني، أنا في حد ذاتي مش مهتمة. أنا لو واحد أو أخت أو بتسمعني هي كفاية عليا، كفاية إني أنا ربنا سخر لي حاجة اتعلمتها فحابة أوصلها، لو واحدة أخدتها مني خلاص بيكفيني. أنا ما مش مشكلة عندي العدد، بس أنا كل همي إن هو يوصل لأكبر عدد من الناس عن طريقكم انتوا. يعني هتكونوا انتوا السفراء للموضوع، كل واحد في مكانه يبتدي يبلغ. انا عندي اشكالية هنا في المكان اللي انا فيه، ان هو الحقيقة ان يوم الخميس ده مش مناسبهم ابدا. مش مناسبهم ليه؟ لان هي طبيعة البلد هنا ان اغلب امورهم وحياتهم بيعملوها يوم الخميس. فانا مش عارفة يعني، هل لو غيرنا اليوم، ان في ناس طبيعي انا بعرفهم او من اللي في المساجد يقول احنا نفسنا نحضر ونسمع ونشارك معاكم، بس اليوم ده الحقيقة مش مناسب. فانا مش عارفة مدى امكانية ان احنا لو غيرنا اليوم خلناه يوم ثلاث او كده، هل يناسبكم ولا ما يناسبكم؟ نبقى نناقش الحكاية دي كده، خلوها في جدول اعمالنا يعني اذا اتفقنا عليها. ما اتفقناش، انا بالنسبه لي الميعاد ما عنديش فيه اي اشكاليه، بالعكس يعني انا اللي مختاراه يعني. نكمل موضوعنا بقى عشان كويس الخميس. خلاص اذا اتفقتوا عليه وراضيين بيه كلكم، وما احناش عايزين حد زياده علينا، ولو اني شكرا يا اروى. لو فكرتيني ولو حبيتوا ان هو يكون التلاته في نفس الميعاد هيكون كويس برضو، لو ندي فرصه. تمام، استفتاء، تمام، حلوة الديمقراطية. فاحنا هنبدأ النهاردة ان شاء الله في اول مجال، وهو المجال الايماني. انا عملت النموذج ده في المجال الايماني. كل واحد فينا هيكون عنده جدول زي ده، وبيعملوا لكل مجال علشان لما يجي يتكلم يبقى عارف هو هيركز في ايه، وهيستدل على وجود المعيار ده عند الطفل ازاي، عن طريق حاجة اسمها المؤشر، وايه النشاطات اللي ممكن يقترحها على اي ام واي اب او حتى على نفسه علشان يوصل للمعيار. اللي مش واضحة عنده اي حاجة يستوقفني. يعني احنا مش مستعجلين، احنا عايزين المنهج نفهمه ونهضمه ونتمثله، لان احنا عايزين نطبقه. المجال الايماني ده في مجموعة من المعايير لو اتوجدت يبقى انا ربيت ابني في المجال الايماني تربية سليمة في المرحلة العمرية اللي هي من 3 لـ 5. طيب ايه اللي موجود في المجال الايماني؟ انه يتأدب مع المصحف. طبعا دي ابتدت من المرحلة اللي فاتت، بس كانت بمؤشرات مختلفة عن المؤشرات في المرحلة دي. تاني حاجة، يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يسمي لا، مش لازم تكون المعايير دي بالترتيب، لا خالص. هي انا جمع المعايير كلها تحت بعضها. يعني لو انا اصلي، هو انا لما باجي اربي ابني ما بقولوش انا بربيك النهاردة بمعيار انك انت هتتأدب مع القرآن،
دي حاجة تخصنا احنا في التدريب، في التنظيمي، في الشكل التنظيمي. انما انا لما باجي اربي ابني، انا ممكن وانا قاعد في نفس في القعدة او في الموقف مع ابني بعلمه، او التلميذ اللي عندي في المدرسة لو انا معلم او مربي، بسميله اركان الاسلام وبعرفه بنبيه وبعرفه ان القرآن ده كلام الله عز وجل، وبخليه يعرف ان نبيه اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن كل ده في قاعدة واحدة. يبقى انا عملت كم معيار دلوقتي؟ الاستاذ ابراهيم الولد اللي بيعند، طب لازم بس حضرتك ان احنا نكمل فقرة وبعدين نفتح نقاش كده سريع. تمام. دلوقتي انا ممكن، فانا فكرة المعايير لا مش بالترتيب خالص. احنا عندنا كم، شوفوا هنلاحظ اهو كم معيار وصلوا، 9 في اي مجال، في المجال الايماني انا عندي 9 معايير في المجال الايماني. ابدا بايهم؟ ما عنديش اشكاليه. اعمل 2 في نفس الوقت؟ ما عنديش. اعمل 5؟ ما فيش مشكله. هنا هو انا اعتقد استاذه اروى قالت ان هو لو في ملف وورد كده يتبعت لكم، او هو قدامكم يعني اذا في مجال. مش عارفة انا ممكن اديك الايميل يا هبة، ما عنديش اشكال. هكتبه وهبعته لأروى وهي ترفعه لكم ان شاء الله. هو طبيعي عند امنية اعتقد، ولو حابة تحطيه يا أروى اذا سمحتي على الفيس او هنا على راحتك، يعني حطيه للاخوة اذا في. بس حاسه اسمحكوا اذا في اشياء مهمه، يعني ما تكون حاجه فعلا تستدعي. انا مش عازه نفسي على حد ولا حاجه، بس هي الفكره ان انا عايزه كلنا نركز، تبقى حياتنا مهمه، وقتنا مهم. تمام. طيب نكمل المجال الايماني. ده شكل الجدول اللي انا حابه ان هو يكون عندكم. انا لو الماده كلها مكتوبه عندي، لو المادة كلها مكتوبة، انا بشتغل على فكرة محاضرة بمحاضرة، لاني الموضوع مع مشاغلي الاخرى مش سهل ان هو كان يترتب ويكتمل قبل ما ابدأ معاكم. فانا بحضر اسبوع باسبوع. فهي الفكرة اني لما اخلصوا كتابة ان شاء الله ممكن ابعته لكم على الايميلات، ما عنديش اي اشكالية بتاعه. انا عايزه اركز، يعني اقول لكم كده مجموعه افكار وبعدين نبقى ياخدوا برنت. اوكي. نيجي بقى للمعايير بتاعتنا. انا عايزاكم تفهموا كلمه معايير وكلمه مؤشرات وكلمه نشاطات. يعني ايه معايير؟ المعايير دي هي مجموعه الحاجات اللي هتدلني انا كأب وكمربي كأم ان ابني انا خلاص كده ربيته في المجال الايماني كما ينبغي، او على قدر جهدنا، يعني على قدر جهدنا. المعايير دي هتظهر لي ازاي؟ يعني انا هعرف منين ان ابني اتأدب مع المصحف؟ لما يظهر لي مؤشر ان هو ابتدى يميز المصحف عن الكتب التانية. ما هو انا في البيت عندي في كذا كتاب، في مراجع، في كتب تخص شغلي، في مجلات. لما هو يميز المصحف من الكتب التانية دي، يبقى انا نجحت في اني اعلمه ان ده المصحف. ما هو في الاول ممكن هيرمي المصحف وهو لسه اقل من 3 سنين. هو بيرميه مش عشان اي حاجة، الا انه هو مش عارف عظمة المصحف، ومش عارف انه يميز ان ده كتاب الله وكلام الله. هو مش فاهم الكلام ده كله. فلما يوصل لان هو يميز المصحف ويتجنب ان هو يرميه، او يرمي حتى ورقة من اوراقه، لان في اطفال بيقطعوا، يعني الحاجات دي بتحصل. ان لما هو ما يعملش الحاجتين دول، يبقى هو المعيار ده اتحقق عنده. طب الاباء والامهات عشان يحققوا المؤشرات دي يعملوا ايه؟ بنقترح عليهم نشاطات، وهم برضو بيقدموا من عندياتهم، او بيقترحوا لنفسهم نشاطات تانية.
النشاطات دي مش هي الحكر الوحيد يعني، ان هم يعتنوا بالمصحف في البيت عندهم ويحطوه في مكان ملائم لائق بالمصحف. يعني انا الاسرة اللي لما يتوجد فيها طفل هم كاباء وامهات حاطين المصحف كده مثلا على كرسي، معرض ان اي طفل يوقعه، معرض ان ممكن يجي حد بسرعة ويقعد عليه، معرض وهكذا. لا، انا لما كطفل صغير لما افتح عيني الاقي والدي ووالدتي واخواتي الاكبر مني لو في بيحترموا المصحف وحاطينه في مكان عالي على ستاند او في مكتبة او في غيره، يبقى انا من هنا هيتولد عندي احترام المصحف وعناية المصحف. تكليفه كمان لما اقول له، لما نشوف المصحف في مكان اكلفه واقول له لو سمحت شيل المصحف ده حطه في مكان اللي انا محدده له او اللي احنا مخصصينه له او ارفعه في مكان عالي. طالما انا بامره بكلفه، انا ما بحبش كلمه امره كمان، وبحب كلمه لو سمحت مع ابني حتى لو صغير، وفي اخر كلامي كلمه شكرا، لان دول جدا بينموا عنده السلوكيات وبينموا عنده الذوقيات وبينموا عنده احترام الكبير، بيخدموني في كذا مجال، مجال السلوكي ومجال الاسري ومجال التواصل، بيخدموا في كل المجالات دي. فكلمة هي كلمة صغيرة قوي، لو سمحت يا فلان، بدل يا فلان اعمل كذا لو سمحت، وبعدين في الاخر شكرا، او لما يعملها عملها ما عملهاش انا بقول له شكرا، وبعدين بأثني عليه ثناء خاص لما ينجزه، يعني لما ينجز لها موضوع ويكون اللي هو سمعني ده موضوع تاني. يبقى كده انه بيتأدب مع المصحف، كده اتحقق المعيار بتاعي، انا عملت حاجات عملية اجراءات وبعدين بنت لي وظهرت لي مؤشرات، يبقى كده اتحقق المعيار، يبقى انا خدمت المجال الايماني عندي. اجي في تاني حاجة وهكذا في كل المعايير اللي موجودة عندي. يعرف ربه ودينه ونبيه. طب انا هعرف ازاي ان هو عرف؟ انا كأم هعرف ازاي ان هو يقول ربي الله، وان هو يقول نبي محمد، وان هو يقول دين الاسلام، يقولهم يرددهم. طب انا هخليه يرددهم ازاي؟ لما انا اللي ارددهم قدام الطفل باستمرار، ولما اجيب له نشيد حلو، وفي اناشيد كتيره ما شاء الله يعني، وممكن اقترح لكم بعض الكتيبات الصغيره الخاصه بالاطفال في المجال ده في اخر المحاضره. اجيب له نشيد نبي محمد ربي الله، يعني في اناشيد كتير انا مش حافظاها، بس في انا عارفه ان في يعني كنت بجيب لاولادي وفي موجود. وفي اناشيد في الحضانات بشوفها برضو في رياض الاطفال والاماكن دي، فبيبقى فيها كتيبات اناشيد صغيرة من بيت او بيتين صغيرين خالص، بحيث ما اثقلش على كاهل الطفل يعني. المعيار اللي بعد كده يسمي اركان الاسلام، سهلة خالص وبسيطة. المرة اللي فاتت احنا قلنا هيقول الصلاة، لكن المرة دي هيذكر عدد اركان الاسلام كلها، المفروض ان هو يقول 5. طب هو هيقولها منين؟ لما انا ارددها معاه في الانشطة، لما انا ارددها قدامه. في ناس هتسألني تقول لي طب انا امتى هعلم ولادي الحاجات دي؟ لازم يبقى لينا جلسة مع اولادنا، زي ما لينا جلسة كل واحد بقى عنده كل جدول اعماله كده، لازم حتى تمشي بالتخطيط. شغلي في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك كل، فاعطي كل ذي حق لأولادك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد، كل أم، كل أب هيخصص لازم وقت لأولاده، والله لو كان صغير جدا بس هيكون مثمر جدا لو أنا ركزت معاه. لازم نعمل شوية وقت كده، تعالى أنا هعلمك الدين، والطفل يعرف إن هو دلوقتي بيتعلم دينه، ما هو علشان يهتم بدينه. احنا في طالبات او شباب في الجامعة في حاجات ما بيعرفوهاش، واحيانا بتفاجئ ان هو بيتوضى خطأ وبيقرأ القرآن خطأ. يعني انا مش عايز اقول ان في ناس والله معاها دكتوراه وبتخطأ في القرآن وبتقع في لحون جلية، يعني في التشكيل، يعني جدا امر مزعج. يعني بلاقيه في علمه ما شاء الله عبقري وفذ وعنده مؤلفات، لكن في القرآن مش هقول حافظ، انا بقول بيخطئ في التلاوة،
اللي هي احنا المفروض نعبد الله عز وجل بتلاوة القرآن. فان هو هنا يسمي اركان الاسلام يعددها ويقولها مرتبة، المفروض ان هو يقولها مرتبة عشان يعرف مدى اهمية الشهادة الاول ومدى اهمية بعدها الصلاة وهكذا. ممكن نستخدم الصور. في تنبيه تاني حلو جدا انا دايما يعني بانصح به، في البيوت بنفتقد جدا للتشارت اللي هي اللوحات، ان البيت يكون فيه لوحة للاطفال او بورد يعني سبورة او بورد تاني اللي هو ينفع نعلق عليه ورق او نعلق عليه صور، او نعلق مش صور بني ادمين، لا صور لجدول، صور للافتة بنلفت نظرهم لحاجة، مثلا ترتيب في ترتيب غرفتهم في الطرقات كده، ممكن نحط تذكر كذا اللي هي العبارات الإيجابية اللي هو الدعم، دعم المستمر. الطفل على فكرة لما بيشوف الحاجات دي زي المدارس، انتوا تعرفوا المدارس بنحرص جدا على انه يبقى فيه لوحات في المدارس ولافتات، لما نكون عاملين مبادرة لحاجة وحملة علشان حاجة بنكتر اللافتات زي الاعلانات، زي فكرة الاعلانات، منزلين منتج بيكثفوا الاعلانات على المنتج وبكذا شكل. احنا عايزين نشتغل كده اعلانات في البيت كمان. حد هيقول لي لا والديكور اختار مكان مش في حتت انت ينفع تعمل فيها وينفع تعملي فيها وما تبوظ لكيش الديكور برضو لو احنا حريصين عليه يعني، واحنا حرصنا على اولادنا اكيد هيكون اكتر من حرصنا على ان احنا نحافظ على بس على فكرة في دلوقتي اساليب اخراج رائعة جدا وفي طرق جميلة جدا ممكن نخرج بيها لافتة نحطها في ستاند، مش لازم نعلقها على الحيطة على ستاند كده على الجنب، يعني في طرق جميلة وكتيرة لو كل واحد بس فتش كده واطلق لخياله العنان والابتكار عنده هيلاقي نفسه بيبتكر حاجات جميلة جدا. هي الفكرة اللي انا عايزة اقول عليها، ان احنا نستخدم اللافتات ونستخدم العبارات الايجابية ونستخدم الصور ويبقى عندنا سبورة ويبقى عندنا لوحة في البيت علشان ولادنا يرتبطوا بيها، تبقى هي كده وسيلة تواصل بيني وبينهم، زي ما انتوا عايزين الايميل كده يبقى بيني وبينكم تقدروا تقولوا لي اي حاجة وانا اقدر ارد عليكم في اي حاجة او انا اقدر اسألكم في اي حاجة، هي كده برضو خلوها كده دي المحطة اللي انتوا الاتنين بترجعوا لها، انتوا بترجعوا لها والطفل بيرجع لها. المعيار اللي بعد كده يعبر عن حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يردد ان انا بحب ربي بحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. امتى هيتعلم الحاجات دي؟ يعني الاباء والامهات هتعملوا ايه لما نحصل على حاجة نسعد بيها؟ نبتدي نقول ربنا سبحانه وتعالى اعطانا ومن علينا وجاب لنا دي. اغلب الامهات بيقولوا ان بابا جاب، صح هو بابا جاب بس ربي اعطى ورزق بابا وجاب لنا دي، يعني مين اللي اعطى في الان؟ رد الاصل الرزق لله عز وجل. الاب سبب ومش هو الجالب، لا الله هو عز وجل هو اللي بيقدر الرزق ويرسله ويسيره سواء عن طريق الاب عن طريق الام وهكذا. فكرة المعيار اللي بعد كده يعرف بأن القرآن كلام الله عز وجل، هيعرفها منين دي؟ يبتدي يرددها ويقولها، لما يقولها يبقى هو أدركها. هيعرفها منين؟ احنا نجيب له نشيد يكون فيه ان القرآن كلام الله، نسمع القرآن بأصوات الأطفال، في أصوات أطفال جميلة جدا وبيكونوا ما شاء الله يعني أفذاذ فعلا وبيكونوا موهوبين، فاحنا نختار كده نتخير صوت جميل وبصوت هادي، ما نعلي الصوت عشان ما يكون مزعج للطفل فابتدي يتذمر من صوت القرآن بدل ما يحبه ويقبل عليه، وخاصة لما يجي ينام نحرص ان هو اخر حاجة يسمعها يكون قرآن. ممكن كاسة صغير اخليه جنبه، اخليه بصوت هادي كده في جو جميل، يعني انا اللي خلق له الجو اللي يخليه يحب القرآن. لما انا اختار له الصوت الجميل ولما انا اختار له صوت يكون بيتغنى بالقرآن، وده احنا امرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم،
فهو بكده يرتبط بالقرآن ويحب القرآن، ويلا انت كمان، يلا انت صوتك زيه جميل او كده، وابتدي بتشجيع مني انا، هيبتدي هو كمان يقلد. بعد كده يعرف ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتدي انا اقول له ان محمد رسول الله يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع اسمه. طب دي هيعرفها منين؟ لما انا اعمل ابني او بنتي هيقلدوني، لما انا اجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما هيسمع هيبتدي هيقولها اوتوماتيكالي، يعني هيلاقيني بقول هيقول هو كمان. يؤمن بالجنة والنار. الحتة دي خطيرة قوي يا جماعة، المعيار ده خطير جدا، لان في ناس يعني انا ببقى زعلانة وانا بقول ان هم اكتر الملتزمين اللي بيخطئوا في الحتة دي، بياخدوا حتة الجنة والنار دي طريقة كده شبه ارهابية لاولادهم، يعني كل ما يعمل حاجة هتروح النار، ما ينفعش. فهي الفكرة ان هو بس يعرفوا ان في حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها نار في المرحلة اللي احنا فيها دي، بعدين هنتعمق في الموضوع. في حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها نار، الجنة دي للمؤمنين والنار هتكون للكافرين، كفاية عليه قوي كده. اذا ابتدى يسترسل وهما مين المؤمنين وهما مين الكافرين، انا ما سميش حد. المؤمن اللي هو بيؤمن بالله عز وجل، بيعرف ان في رب خلقنا وهو اللي بيرزقنا وهو اللي قادر على كل شيء. شايفين بنختار ايه؟ ما نختارش بقى المنتقم الجبار، لا، نختار من اسماء الله عز وجل وصفاته الكلام اللي يعتبر مش مخيف ولا مرهب ولا مرعب للطفل الصغير. والجنة جميلة جدا، فيها كل حاجة انت ممكن تحبها كده بكلام بسيط جدا. وحتى لو لقينا الطفل اللي قدامنا او البنت مسترسلة بأسئلة، ما انا ما تعمقش معاها برضو، خليني كده برضو انا بتكلم كل تركيزي في مرحلة من 3 لـ5 سنوات، مش عايز اقول كلمة توصل له خطأ او ادراكه ما يستوعبهاش في الوقت ده. كل كلامي انا يكفيني ان هو يعرف ان في حاجة اسمها جنة وفي حاجة اسمها نار، الجنة دي حاجة حلوة والنار دي حاجة وحشة، الجنة دي للمؤمنين والنار للكافرين، بس ده كفاية جدا علي. ممكن ان انا بقى احفظه نشيد في حاجة حلوة عن الجنة، بس ما جبلوش نشيد في حاجات عن النار. يعني مش ممكن احفظ طفل في السن ده اقول له يعني ايه اوصاف النار، وان فيها وادي اسمه ويل، وان هو لمين، وإن لا لا لا، ما جبلوش الاسامي الكلام ده لا، لكن ممكن اجيب له نشيد عن الجنة، ان فيها اشجار وفيها انهار وفيها عسل مصفى وفيها حور عين وفيها القصور، ممكن في اناشيد كده بتتكلم عن الجنة وتبقى بسيطة، ممكن ان انا احفظها له، ما فيش مشكلة. المعيار اللي بعد كده بيحفظ بعض الاذكار اليومية. كان في زمان كتيب كده في اذكار الصباح والمساء، لا، في دلوقتي بقى حاجة تانية اجمل، اذكار الصباح والمساء للاطفال، يعني مش جايبين اذكار الصباح والمساء الخاصة بالكبار، لا، جايبين للاطفال. غالبا بيركزوا معاهم في البداية على الاذكار اللي بتتقال عند الاكل وعند الشرب وعند النوم، ولما بيصحى من النوم، يعني لما بيجي ينام ولما بيصحى من النوم ولما بيجي ياكل ولما بيجي يشرب. دي اكتر اذكار بيبدأوا فيها مع الاطفال وهي بتركز معاهم. ليه؟ لان الحاجات دي بيؤدوها، يعني هو بيصحى من النوم بالفعل، فبيبتدي اول ما يفتح عينه تبتدي تحسه الام او الاب بان هو ها، لما بنصحى من النوم في الاول ما بتقولوش ها بنقول ايه، ما هو مش عارف احنا بنقول ايه، لكن في الاول تقول اصبحنا واصبح الملك لله، بس كده تختار حاجات بسيطة، لا نزيد ولا نفصل بالتفصيلات بتاعتنا احنا. لو حد عايز يزيد كلام جميل وارتباط بالله عز وجل وهو بيستشعر كده بالخشوع وبالاقبال على الله لما بيقول كلام اكتر، لا، ما تقولهوش للطفل دلوقتي، كفاية قوي نقول اصبحنا واصبح الملك لله، ولا الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا، بس كفاية كده، ولا يقول الحمد لله بس على حسب قدراته. يعني انت الام والاب هم يعتبروا هم الميزان اللي هيوزن قدرات الطفل اللي قدامه. طبعا يا جماعة انا حابة انوه لحاجة بسيطة، ان الكلام اللي احنا بنقوله ده
للأطفال العاديين، يعني لو عندنا أي طفل عنده أي إشكالية من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيره، الكلام ده أو المنهجية دي مش هتنطبق عليه، لا هو هتبقى له منهجية تانية هنقلل فيها كتير الحاجات دي على حسب بقى قدرات الطفل اللي قدامه. في حاجة تانية، في أطفال اللي هم المتميزين ممكن الحاجات دي تنفعهم جدا لكن هم عايزين استزادة، فاحنا هنبتدي على كل معيار نزيد مع الطفل. مين اللي هيوزن العملية دي؟ القائمين بالتربية نفسهم، يعني كل واحد أدرى بالطفل اللي قدامه وبالبيئة الثرية اللي هو عايش فيها. يعني في أطفال بيبقوا موجودين بتبقى عندهم إمكانيات لكن البيئة غير ثرية. يعني إيه البيئة غير ثرية؟ تلاقي المدرسة مش إمكانياتها مش عالية، تلاقي الأم مثلا التعليم مش عالي، فهي مش مدركة أهمية إنها تسترسل مع الطفل في نقطة من النقاط. فهي الفكرة إن كل أسرة هيبقى لها طبيعة مختلفة، لكن عموما المنهجية بتلزم الشخص العادي. احنا عارفين إن احنا عندنا كيرف كده، كل الناس بيقعوا في المنتصف، في ناس على الأطراف من ناحية اليمين وفي ناس على الأطراف من ناحية الشمال. هو يمكن المنهجية تختلف مع دول ودول. طبعا اللي من ناحية الشمال اللي هم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا هم محتاجين رعاية خاصة وهم أبنائنا ولازم نهتم بيهم ونحافظ عليهم، لكن في حدود إمكانياتهم. بس ده اللي أنا كنت حابة أذكر بيه، لأن في حد سألني إن أنا عندي طفل أوتيزم، يعني هو توحديين عندهم توحد، فلا طبعا مش هينفع، وخاصة إذا كان في ده برضه هيرجع ليه هو في أنهي مرحلة. يعني في ناس بيبقى عندهم سمات توحد، وفي ناس بيبقى عندهم لا مراحل متقدمة، في ناس بيبقى توحد مع جزء من التأخر العقلي. فهي الحاجات دي بقى دي محتاجة تشخيص الأول وبعدين أبتدي أعمل منهجية. وبالعكس هم ليهم برامجهم الخاصة اللي بيتعلموا فيها. يعني بعد كده يحفظ بعض الأذكار. خلاص اتكلمنا في النقطة دي، قلنا هنجيب له الكتاب الصغير اللي هو بادي بأذكار الاستيقاظ والنوم والطعام والشراب. في الأول أنا هقول الأذكار دي قدام الطفل وهرفع صوتي وأنا بقولها، أقعد فترة من الوقت على لحد ما ألاقيه هو استوعبها وابتدى يرددها. خلاص لما بيرددها، لو في مرة جه ياكل أو جه يشرب أو جه يصحى من النوم أو جه ينام وما افتكرهاش، ابتدي انا افكر واقول ها احنا بنقول ايه لما نيجي ننام، احنا بنقول ايه لما بنصحى من النوم، احنا بنقول ايه قبل ما ناكل، وهكذا. اخر معيار هنا في المجال بتاعنا هيردد بعض اسماء الله عز وجل وصفاته، ونختار اسماء بسيطة جدا وقليلة مش كتيرة، زي الرحمن الرحيم، الرزاق. لان الرزاق دي يعني دايما الاباء هيجيبوا لعب وبيجيبوا اكل وبيجيبوا لبس وهيجيبوا كده حاجات قدام الطفل، فلازم اسم الرزاق بقى يذكر ويتعلمه من البداية ان ربنا هو اللي بيرزقنا كل الاشياء دي. بيردد ان الله على كل شيء قدير، يعني لما نيجي نتكلم ربنا هو قادر، هنروح المكان الفلاني ان شاء الله بقدرة الله، ربنا هيسخر لنا، ربنا هيهيئ لنا، وهكذا. بيردد كمان الله ان الله عز وجل بيحب المؤمنين. ده معنى مهم، كفاية ان هو يعرف الطفل في السن ده لما انت تكون مؤمن الله عز وجل هيحبك. طب ازاي اكون مؤمن؟ ان انا اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، كده انت بقيت مؤمن. طيب ايه تاني عليا؟ في حاجة تانية عليا؟ نفترض الطفل سألني فيه، بس كل ما هتكبر شوية كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا احنا ان احنا نعلمك ان كل ما هنكبر شوية هيكون علينا حاجة هنعملها، فهنتعلمها في وقتها. انت دلوقتي مطلوب منك بس لما تشوف المصحف، لما تبتدي مش عارف ايه، وبعدين هتجيلنا في مجالات تانية بقى، هيبتدي في المجال ده بالتحديد يعني من 3 لـ 5. لما نيجي في المجال العقلي مثلا او في مجال العلم الشرعي، هتلاقونا بنقول لكم ايه المفروض انه يتعلم بعض الصور القصيرة. فممكن هنا في الحالة دي لما نقول الله يحب المؤمنين، طب المؤمنين بيعملوا ايه؟ بيحفظوا بعض صور من ايه؟ من القرآن. زي ايه؟ نبتدي نقول له مثلا سورة الإخلاص، طبعا هي اهم وابسط واجمل
هي عظيمة في قدرها، ولكنها إن شاء الله في متناول الأطفال إن هم يحفظوها بسهولة، زي سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن. فبكده نبقى خلصنا أول مجال. أنا بقية المجالات أنا هقولها معاكم، بس هي مش مرفوعة قدامكم الحقيقة، ما كانش عندي فرصة أو مجال إن أنا أكتبها كلها كده عشان تبقوا مطلعين عليها، لكني هقولها بنفس الأسلوب. يعني هقول إن أنا دلوقتي هتكلم في أنهي مجال، وكل مجال له معيار وكل معيار له مؤشر، وهقترح عليكم الأنشطة اللي تنفع. لو حابين قبل ما ننتقل من المجال الإيماني نروح للمجال الشرعي، لو في أي استفسار في صلب الموضوع وحيفيدكم فعلا وحاسين إن أنتم مش هتكملوا إلا لما تسألوا عنه، أنا تحت أمركم. لو مفيش نكمل. نبتدي نكمل المجال التاني معانا، مجال العلم الشرعي، طالما مفيش تساؤلات. طيب استنى، حاضر. شات مقفول. طيب نكمل، حاضر، جزاكم الله خير. احنا دلوقتي هنتكلم في المجال التاني. انا مش عايز حد ابدا يعني يتوه مني. احنا بنتكلم فين؟ 3 ل 5، فانهي مجال؟ خلصنا المجال الايماني، هناخد المجال التاني اللي هو المجال الشرعي. طيب المجال الشرعي ده في كم معيار؟ هنقولهم سريعا، اللي هو زي كده المعايير اللي موجودة في المجال، اللي هي اللي زي كده اللي انا هقولها دلوقتي. المعايير دي اول حاجة اهو، شفتوا الكلام، انه يحفظ بعض السور القصيرة. كلمة بعض دي هتختلف من طفل للتاني، يعني في واحد هيقدر يحفظ سورة، في واحد هيقدر يحفظ 2 و3 وهكذا. يعني يحفظ بعض السور القصيرة، يعني لو انا كأم او كأب او كمربي حفظت بعض السور القصيرة، يبقى انا كده ما قصرتش معاه في مجال العلم الشرعي. ايوه، وهتبقوا متشكرين جدا دي. طب المؤشر على انه يحفظ هيبقى ايه؟ ان هو هيردد السور دي قدامي، يعني ان هو هيبتدي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، ويكمل. تمام. طب ايه النشاط بقى اللي مقترح؟ ان احنا يبقى عندنا وقت مع اولادنا ونقعد في جو هادي ما فيهوش مشتتات كتير. يعني ما ينفعش اقعد قدام تلفزيون، ما ينفعش اقعد في وسط ناس بيتكلموا، ما ينفعش اقعد في بلكونه واحفظهم، ما ينفعش ابقى في جنينه هو محتاج يلعب وانا عايزه اقعد احفظه. يعني لازم اختار. مع اني في اطفال بيحبوا جدا يحفظوا القران في الهواء الطلق. انت بقى شوفي الطبيعه، المكان اللي يناسب، ولكم مطلق الحريه. المهم اني انا احفظ، والمهم ان يكون في وقت. حد تاني ممكن يسأل، هل ممكن ان انا استعين بحد يحفظه لو انا ما عنديش القدرة او ما عنديش الوقت؟ استعيني، ولكن لازم كمان تتابعي، يعني حسسي ان الموضوع ده مهم بالنسبة لك انت كمان، واني يلا انا بتابع معاك، وحسسي كمان المعلم او الشيخ او المعلمة اللي بتحفظ ان الموضوع مهم، وانه هو مش وقت انت بتضيعيه وبس، لا الموضوع مهم. في حاجة تانية مهمة، ان انا لازم اقول للطفل انك انت لازم تتجمل وتحسن صوتك وتتغنى وتتباكى له سن معين. لا، من اول 3 سنين ابتدي احفظ، ما عنديش اي اشكالية، طالما الطفل بيستجيب معايا ابتدي احفظ، وبناء برضو على القدرات، لان في اطفال مبقاش عندهم قدرة وملكة عالية في الحفظ، فده ما اضغطش عليه قوي، يعني هيبقى معدل الحفظ معاه ماشي بطيء. تمام. لكن كل ممكن يحفظ،
على الاقل في السن ده لازم يحفظ بعض الصور القصيره ده، اذا ما كانش عنده ملكه. وانا مش مخطط في الرؤيه بتاعتي لابني او بنتي ان انا هبقى اخليه او انا نفسي يكون حافظ قران، فعلى الاقل هيحفظ جزء او جزئين على الاقل اللي هيصلي بيهم، يعني هو كده كده لازم يحفظ. عنيد، كلمه عنيد هو عمره كام وهو ترتيبه كام بين اخواته، وهل الاب والام فيهم العند، وهل هم بيهيئوا له الجو علشان يعاند، وهل فعلا كلمه عنيد دي بتنطبق عليه ولا ده رايكم انتوا فيه؟ فالموضوع محتاج نقاش يا استاذ ابراهيم بعد اذنك. ف عدم نطق صحيح، اللي عنده عدم نطق لازم يشخص، هل هو النطق ده في مجال ان هو يتصلح ولا دي عيوب هتفضل ملازماه. لو كان في مجال ان هو يتصلح، على فكرة القرآن مع انسان متمكن وحد كده عنده ضمير ويساعد، وافضل انك تكون انت شخصيا تقومي بتحفيظ القرآن، هيساعد جدا على تصحيح النطق. واذا شايفة ان الحالة كبيرة وجامدة وفي لخبطة كتير في الحروف، ما هو عيوب النطق اصلها كتير، يعني ممكن التهتها من عيوب النطق، اقلاب الحروف وتغييرها والكلام ده كل دي عيوب نطق. ففي اخصائي النطق وتخاطب ممكن حضرتك تعرض الطفل عليه، وممكن يعمل له عدد من الجلسات وتتحسن الحالة. معلمة الفصل وبعض الاطفال بيردد، البعض لو بيحاول ازعق شوية ومفيش فايدة ومش فارق معاهم. طيب هنقول حاجة حلوة قوي، توجيه للمعلمين بقى، طالما ان انا اولا انا مش عارفة جزء 36 هل معلمة ولا انا معلمة، تمام. اولا انا احييكي لانك انت معلمة ومهتمة بابناء وبنات المسلمين، دي حاجة جميلة جدا. انا ده برضو يعني كان الهدف من اهداف المنهجية، انه ما يبقاش الام والاب بس، المربيين كمان. فانا اولا باحييه. ثانيا في فلسفة في التعليم وفي التدريس، كتير جدا من المعلمين والمعلمات، لا لا لا، على فكرة انا بهتم قوي، استاذ شريف ولا شريف، انا الالفاظ بتفرق معايا قوي، يعني انا جدا باقدس يعني احترام الاخر. وانا قلت في بداية المنهج ان الله عز وجل الانسان مكرم، ربنا خلقنا مكرمين، ولقد كرمنا بني ادم، واستشهدت بايات في اول لقاء. ينفع انا ربي يكرم مخلوق وانا بالشبشب؟ مينفعش ابدا. يعني افضل اني انا قلت في اول يوم التقينا فيه ما جبتش سيرة المنهج خالص، كان كله كلام تمهيد. قلت عايزين نغير نظرتنا، نحترم بعض. على فكرة انا ما بكلمش عن احترامنا احنا البعض، انا عارفة ان احنا بنحترم بعض، انا بتكلم عن احترام الاباء والامهات لاطفالهم، لحسن يوصل لكم ولا حاجة ان انا زعلت من الكلمة دي لذاتي؟ لا انا ما زعلتش لنفسي، وانا عارفة كويس قوي ان هو بيقصد ان ده بيحصل في اللي كتير الحركة وعنيف في لعبه احترم الطفل. ايوه في اطفال عنيدة، لازم كل ام وكل اب يبصوا على ابنهم العنيد، هل هم لهم دور في وجود العند ده؟ ويكونوا صادقين مع انفسهم. لهم دور يعني ايه؟ يعني الطفل بيبقى عاوز حاجة، وهي الحاجة دي اصلا يعني مطلب طبيعي لطفل في هذه المرحلة. بمعنى يعني لازم يا جماعة يكون عندنا وعي. في حاجة اسمها مطالب نمو، يعني خصائص مرحلة بيمر بها الطفل.
لو انا كأم واب واعي بخصائص المرحلة اللي ابني بيمر بيها مش هلاقي اشكاليات معاه. ليه؟ لان لما انا اعرف مثلا ان طفل ال3 سنين ده من خصائص المرحلة بتاعته انه يتحرك ويلعب، وانه ما يركزش في حاجة واحدة اكتر من 20 دقيقة تقريبا، فمش هاجي اصطدم بيه، لاني انا انا هبقى ساعتها فاهمة ان دي طبيعة المرحلة. لما يكون عندي ابن او ابنة في مرحلة مراهقة مثلا، وهي ابتدت عايزة تقول رأيه وعايزة تفرض وعايز الولد يخرج مع اصحابه لوحده، وعامل ما ينفعش اعترض ولا اصطدم بيه. ليه؟ لان دي مطالب مرحلة. الطفل اللي ايه يخربط والاستعاذة يقول او لا، مش فاهم. طب ما هو المفروض ان احنا نقول الاستعاذة وبعدين نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو المفروض كده. اللي هي منى مخه في اللعب بس، اللي مخه في اللعب بس، الاباء والامهات اللي بيشوفوا ان مخ طفلهم في اللعب بس يبقوا هم حارمينه من اللعب، بمعنى هم مش عاملين له جدول منظم ماشي عليه. يعني عمرك ما شفت ام واب بيقولوا لاولادهم على فكرة يا فلان انت عندك لعب من الساعة مثلا 6 للساعة 8؟ نادر لما بتلاقي هم عاملين له في جدول اعماله ان هيبقى فيه لعب، وان انا هلعب معاك، يلا احنا هنبقى نروح ماتش مع بعض مثلا. انت دلوقتي عندك بريك، احنا قاعدين بنذاكر واحنا في نص الدرس وخدنا معلومة، وانا حسيت انه هو الابن كده او البنت استوعبتها وفهمتها، فانا حابة اني انا ادعمها واشجعها، فاقوم اقول لها ايه انت عندك بريك 10 دقايق، هي هتفرح وتقوم تعمل فيه اي حاجة. منى اللي بقصد، ايوه كده ماشي، ان هو بيقول بسم الله وبعدين يقول اعوذ بالله من الشيطان. ببتدي دايما معاه اصلح حاله بكل ما يقولها اصلح، وبعدين ابتدي الاول قبل ما نيجي نسمع المره اللي بعدها بقى اقول له ايه نخلي بالنا احنا هنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاول، لحسن احنا كل مره ايه بنتلخبط كده ولا بننسى شكلنا وبنقول ايه بسم الله وبعدين نقول اعوذ بالله، لا احنا هنقول دي الاول. فابتدي بقى كده هو يبتدي ينتبه. ما ردتيش عليا لو انا معلمه في فصل وبعض الاطفال. انا اشجع وازعق شويه ومفيش فايده. طيب احنا دلوقتي عندنا هو انا ما ردتش لان في حاجات متلاحقه بتيجي ورا بعضها، فانا لو تدونا فرصه نرد على حد وبعدين يجي الاتصال اللي بعده، لاني هل تحفيز الطفل بحركات يؤثر على فهمه؟ ما تكونش حركات مشتتة. انا عايزة بقى نرد على الاخت اللي هي معلمة، لاني جدا حابة اني انا ارد عليها الحقيقة. المعلمة في الفصل لازم يكون عندنا فلسفة. فلسفة ايه؟ انا شايفاكي دلوقتي مهتمة بيهم كلهم ونفسك ان كلهم يرددوا معاكي. اعملي حاجة تجذب انتباههم وتخليهم يتعلقوا بيكي وتخليهم يحبوا يقلدوكي وتخليهم يرتبطوا بيكي وينتبهوا ليكي. لما هينتبهوا ويبتدوا يقلدوكي ويتابعوكي في كل حاجة بتعمليها، هنبتدي دلوقتي نردد. طيب هنوقف القرآن وعايزين نلعب لعبة مع بعض. فكرة انشاء المجتمع الصفي الجميل القايم على المتعة والفرح انا بيوصلني ان الفصول عبارة عن يعني كأنهم كده كأنه ذنب مثلا بيقدوه، او ان طالما بنتعلم يبقى لازم نكشر او لازم كده نتنشن. لا اكتبها في الاخر. طيب احنا مش عايزين بس جلد واحد يبقى زعلان مننا
وانا معاك او معاكي 100%. هو حلو حلو ان احنا نركز وناخد المادة العلمية على بعضها وبعدين نتناقش، لاني هو انا بس عذرة الجميع، لان كل اللي بيقولوه مهم وكل اللي بيقولوه محتاج فعلا يترد عليه. فانا معلش يعني خلينا نسدد ونقارب علشان محدش يتضايق مننا، يمكن الحاجات دي ما تهموش قوي، يهموا المنهج، فخلينا نبسط الناس اللي بتوع المنهج. وبرضو انا مصممة ابقى اتواصل مع المعلمة، لانها جدا عجبني فيها حتة المبادرة وحتة اهتمامها بكل الاطفال اللي عندها في الفصل، وانها عايزة تلاقي طريقة علشان تكسب تركيزهم كلهم. فانا جدا الموضوع ده عجبني، وانا حابة يا ريت يا اروى ان الايميل يكون مع الاخت اللي هي المعلمة للكل يعني، ما بس هي بالتحديد. ايوه طيب تمام، على المنتدى مفيش مشكلة. طيب احنا وقفنا فين؟ طيب انا محتاجة ان حد يفكرني، انتوا كنتوا واقفين فين في المعلومات؟ احنا كنا في المجال العلم الشرعي وقلنا هيحفظ بعض الصور، خلاص دي ايوه تمام، قلنا نحفظ الصور، ممتاز شكرا يا ارض. صور صغيرة في بعض الاطفال، انا مش عايزة على فكرة، ما فيش في القرآن صور صغيرة وكبيرة، هي صور قصيرة عشان يعني محدودية عدد الآيات، لكنها مش صغيرة، كل سور القرآن عظيمة بإذن الله تعالى. ومش شرط على فكرة الطفل من 3 لـ 5 يحفظ سور صغيرة، في ناس بتبقى عندهم ملكات فممكن يطولوا معايا في السور، يعني ياخدوا سور أطول وأكبر، يعني ما فيش مشكلة. فأنا المهم عندي أنه يحفظ بعض السور، تمام؟ نيجي للمعيار الثاني في المجال ده، ان هو يتعرف على جوانب من السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سلسلة مجموعة 5 اعداد هم تقريبا كانت عن السيرة، معمولة بشكل جميل جدا وملون وصور والوان جميلة ورائعة في الاخراج وفي الكلام وفي حجم الكتابة الكبير اللي بيناسب الاطفال في السن ده، جدا رائع. يا ريت اللي عنده سواء اطفال في فصله او اولاد في عنده في البيت في العمر ده يحاول يشتري له مجموعه احنا المكتبات عندنا فيها منتجات حلوه جدا، فيجيب له حاجه بالشكل ده ويقرا كل يوم. يعني نفسي الاطفال في السن ده بدل ما بيحفظوا اسماء الممثلين واسماء الافلام واسماء لاعبين الكوره واسماء حاجات ما انزل الله بها من سلطان، يحفظوا مثلا 2 أو 3 للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد بيأسف والله لما بيلاقي حد كبير كده وبيعتقد ان اسم طه واسم مصطفى واسم ياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هي مش من اسماء النبي، وبيبقى كبير كده ومتخيل ان دي من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا في الصغر نبتدي نعلم، هو ده من السيرة، لما اقول له اسم النبي صلى الله عليه وسلم الماحي، وبعدين الحاشر، وبعدين ممكن ما ابتديش من دول كمان، ممكن اقول له محمد واحمد ومحمود، ممكن اقول له كان يسمى بهذه الاسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده صفات جميلة، كانوا دايما يسموه الصادق، دايما يسموه الامين. عارف ليه؟ عشان هو ما كذبش ابدا، ما بيكذبش ابدا. وحتى المؤمن كمان ما ينفعش يكذب، مش بس عشان هو نبي، ده حتى المؤمنين كمان ما ينفعش يكذبوا، لان احنا بالنسبه لنا احنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل المؤمن جبان؟ قال ممكن يكون جبان. هل المؤمن ممكن يكون بخيل؟ ممكن يكون بخيل. لكن ممكن يكذب؟ لا مش ممكن يكذب. يعني اذا الكذب صفه لا يمكن تكون موجوده في المؤمنين. ممكن كمان اعرفه بعض اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة او 2 ويكفي، بناته، اسماء بناته صلى الله عليه وسلم،
وهكذا. يبقى هيبتدي يعرف اجزاء من السيره بسيطه جدا على قدر استطاعته. دي هيعرفها منين؟ قلنا ان احنا هنجيب له قصص، دي بقى في الانشطه والمقترحات اللي احنا بنقترحها عليكم. هنجيب كتب مبسطه بتحكي بشكل مبسط عن السيره، هنجيب قصص اطفال ممكن تكون خارجه من دور نشر اسلاميه فبتدخل المواضيع دي في قصص الاطفال، او ان احنا نكلمه مباشره في مجلس في يوم نكون قاعدين مع بعض واحنا بناكل، او اتعرفنا على بنت اسمها فاطمه نقول له تعرف اسم فاطمه ده زي اسم مين، وهكذا اسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف اسم عائشه ده زي مين، زي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. تمام، بمنتهى كده البساطه والارتياح مع الطفل. وبعدين لما اجي مثلا حابه ان هو يفتكره او اني انا استرجعه معاه، طيب لو مثلا افتكرنا ونحط ثلاث اسماء ونقول له مين في الاسماء دي زي اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يختار هو البطاقة. هو حتى ممكن يكون بيعرف يقرأ ما بيعرفش يقرأ، بس شكل الاسم بيبدأ بحرف العين. ما هو احنا لما نيجي ناخد في المجال العقلي دلوقتي هنعرف ان هو المفروض يتعلم الحروف في السن ده، فهتبتدي تلاقي ان المجالات بتخدم بعضها، يعني اتعلم الحروف في حتة، هنيجي هنا في المجال العلم الشرعي نيجي مثلا نعرض عليه ثلاث بطاقات وكلها مكتوبة كده بألوان، نختار واحدة باللون الأحمر، واحدة باللون الأخضر، واحدة باللون الأزرق، ونقول له مين في الثلاث بطاقات دول على اسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مين على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني لما بنيجي حتى نسترجع المعلومات مع أبنائنا في السن ده بنسترجعها بطريقة فيها متعة وفيها لعب عشان يناسب المرحلة بتاعتهم دي، لان هم بيحبوا في المرحلة دي مرحلة الاشياء المحسوسة. العفو، اهلا بيك، اهلا بيك استاذ محمود. وبعدين نيجي بعد كده المعيار اللي بعد كده في مجال العلم الشرعي، يحفظ بعض الاذكار. محمود اهلا وسهلا. يحفظ بعض الاذكار والادعيه الشرعيه. احنا قلنا هيحفظ ايه في المجال الايماني؟ بعض الاذكار والادعيه الشرعيه. لو لقيناه اتقن في المجال الايماني الاربع اذكار دول نديله ذكر واحد مثلا لما يجي مثلا خارج، رايح رياض الاطفال او خارج معانا خروج، او نقول مثلا دعاء الخروج. لما بيجي مثلا حد يعطس، ما هو ده من العلم الشرعي ان احنا نشمت العطس. اي دعاء وذكر بسيط ابتدي اعلمه له هنا واحد واحد، ما اثقلش على الطفل. بعدين المعيار اللي بعد كده، علشان يحفظ يا جماعه لازم يبقى عندي برنامج انا محدداه كده مع نفسي ومخططه ان هيبقى عندنا برنامج لحفظ الاذكار والادعيه النبويه، وكمان اني انا ارددها بصوت عالي قدام الطفل. يعني ما ينفعش انا مثلا حد يعطس قدامي وفي طفل قاعد ما اقولوش قول الحمد لله، يبتدي هو يقول الحمد لله، اقول له انا بقى ساعتها انا دلوقتي هقول لك يرحمك الله، وبعدين طب كده خلصت؟ لا، انت المفروض ترد عليا تقول يهدينا ويهديكم الله، او يرحمنا ويرحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، وهكذا. خلاص؟ اللوحه اللي انا قلت عليها ان تبقى موجوده في البيت عندنا، الشارت اللي احنا قلنا عليه او السبوره اللي هتبقى الرابط اللي هو نسميه ايه؟ السنتر اللي بنتجمع فيه او الرابط اللي بيربطني انا مع اطفالي. انا ممكن اعلق كده لوحه كبيره واكتب عدد الايام اني انا هقول يوم السبت الدعاء الفلاني او حاجه من الاذكار هقولها يوم السبت، هنفضل نرددها طول الاسبوع. وممكن نعمل شجره كده، نرسم شجره جنبها ونحط في الشجره دي اوراق وما نحطش ثمار، وانا كل ما هلاقيه بيتحسن يوم هلون له ثمره واخليه يشترك معايا ورقه كده يلون فيها، نلون فيها مع بعض
احنا النهارده بنتحسن وبنتقدم، نيجي اخر الاسبوع نلاقي كده منتج زي قدامنا. تدي هي دي الافكار الايجابيه في التربيه، يعني ان انا اكون ايجابي مع ابني او مع تلميذي اللي انا بعلمه في المدرسه. الاخ اللي بيسال عن احنا ايه، احنا حاجه مهمه قوي يعني، ممكن حد بقى يعني يرد كتابه عليه واحنا بنكمل. يحاول تطبيق افعال الطهاره والصلاه. يعني طب دي هيعملها ازاي؟ هيقلد، ما فيش غير انه هو هيقلد. هيقلد بمعنى ايه؟ هو في حد بيعلم الصلاه في او الوضوء مثلا في المدرسه من غير ما يعمل درس عمل للوضوء؟ ما اعتقدش، انما اللي بندرس الوضوء نظري مش هينفع، في حاجات لازم تدرس عملي. فمثلا لو احنا في المدرسه وانا معلمه اما اجي ادرس للاولاد الوضوء، اقول هنبدا بكذا وبعدين كذا وبعدين كذا، بس دلوقتي هنبتدي نعمل عملي. انا اعمل في الاول اتوضا بشكل كامل، وبعدين اخد امهر واشطر ناس عندي اخليهم يبتدوا يعملوا، لاني ما ينفعش اخد اللي بيغلط كتير، اخد اللي يعني منتبه معايا اكتر واحد واللي عنده مهاره اللي هو لقط مني اكتر واحد، وابتدي اخليه يعمل الاول. لو طلعت عنده غلط او اتنين بنبتدي نعدلها وبنكمل، ناخد اللي بعديه وناخد اللي بعديه وهكذا لحد ما يتقنوا مهاره الوضوء بشكل عملي. يعني اذا الوضوء لما يجي يطبقه والصلاه لما يجي يطبقها هيطبقها بشكل عملي، هيسمي الحركه اللي بيعملها، يسمي ده مثلا مضمضه، يسمي دي استنشاق، يسمي ده غسل الوجه، يسمي الايد في الاول الى المرفقين، وبعدين مسح الراس، وبعدين مسح الاذن، يعرف اسمائهم ويرددها وبعدين يعملها. خلاص يسمي بعض الانبياء. المعيار اللي بعد كده في السن ده المفروض يعرف اسم اكتر من نبي، اثنين او ثلاثة يذكر كده. هيعرفها منين؟ مني انا، من المعلم او من الام من الاب. نسرد قصة فيها اسم نبي او اثنين من خلال تلاوة القرآن او من خلال الاسماء. مثلا واحد عدى علينا او واحد صاحبه في المدرسة اسمه ابراهيم، اقول له تعرف ان اسم ابراهيم ده زي اسم مين؟ في نبي اسمه ابراهيم، وده مثلا جه كان في الاول خالص، كان موجود في بلد مثلا اسمها كذا، وكان عنده ابن اسمه كذا، بس ويكفي. يعني ما استطردش وما ابتديش اقول له معلومات بحيث ان هو ايه يعني يحس ان الكلام في المواضيع دي عبء وبيخنق، لان السن ده مش محتاج معلومات كتير قد ما هو محتاج حركة اكتر ومحتاج اشياء محسوسة اكتر. محسوسة يعني ايه؟ يعني حاجات ملموسة يعملها بايديه، حاجات يدوية، يعني اشغال، يحتاج يصنع حاجة، يحتاج يلعب في حاجة ملموسة، يعني حاجة ينفع يمسكها ويلعب فيها يعني. طيب معيار تاني، فاضل حاجة في المعايير في المجال العلم الشرعي؟ لا، جزاكم الله خير. لو كنتم اباء، لو كنتم امهات او معلمين او معلمات، لو عملتوا الخمس معايير دول مع الاطفال يبقى جزاكم الله خير، كويس جدا في المرحلة دي. ده العلم الشرعي. هيعمل ايه في العلم الشرعي؟ هيحفظ بعض السور القصيرة، هيعرف اشياء بسيطة عن السيرة النبوية، وبعدين هيحفظ بعض الاذكار برضو البسيطة، واحد او اثنين او ثلاثة على الاكثر. هيحاول يعرف اسماء الوضوء، حركات الوضوء، حركات الصلاة واركان الوضوء، مش هسميها له اركان بس خطوات الوضوء، يعرفها مسمياتها ويبتدي يطبقها. ويسمي بعض الانبياء، مثلا ممكن يعرف اسم موسى وعيسى وابراهيم عليهم افضل الصلاه والتسليم جميعا. طيب
لما بيجي الطفل يتوضأ، في بقى كده تنويهات بسيطة بنقولها كده على الهامش، لما بيجي الطفل يتوضأ مهم قوي 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 اني انا لما باجي اعلمه الوضوء ان انا اخلي المية اللي نازلة قليلة جدا، ويفضل ان انا املى كاسة او حاجة كده ما تكونش زجاجية طبعا، ويتوضى منها. ليه؟ عشان يتعلم الاقتصاد، ويتعلم ان الوضوء الصحيح يكون بماء قليل. كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإيه؟ بحفنة ماء كده، ويغتسل بمد ده يعني 4 حفنات من الماء، يعني يعني كده بإيدينا الاتنين 4 مرات. تخيلوا، وهو كان صلى الله عليه وسلم عنده شعر كثيف، وطبعا ما كانش فيه يعني أجمل ولا أحسن من هيكون من طهارة واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. انما احنا ربنا يتولانا برحمته، احنا ناس مبذرين وناس ما يعني ابدا. لما بشوف في المساجد بصراحه، في قلب المسجد وبتبقى فتح الميه بشكل يعني اعتقد ان اسراف منقطع النظير يعني. فاحنا من الاول كده نعلم ابنائنا على المحافظه على الماء، ولو كنت على نهر جاري، حتى لو الميه كتير والميه ما بتقطعش عندنا واحنا عندنا خزان وكل الكلام ده، على عيني وراسي، بس هو يعرف ويتعلم الهابتس دي، السلوك ده. طيب نيجي بقى للمجال اللي بعد كده، المجال رقم 3، المجال السلوكي والاخلاق. ودي بقى المرحله الذهبيه لتعلم السلوكيات الجميله الفاضله والاخلاقيات العاليه الرفيعه. ايه المعايير اللي عندنا في المجال ده؟ اول حاجة انه يتدرب على الاداب والاخلاق الحسنة اللي بتلائم سنه، يعني هتكون ملائمة لسنه. ان هو زي ايه الاداب والاخلاق الحسنة دي؟ ان هو يقدر ويحترم الكبار، يعني ما ينفعش مثلا يتكلم بصوت عالي في وجود بابا ومامته، ما ينفعش يقول لأ لحد كبير، يختار الألفاظ اللي هيتكلم فيه اللي هيتكلم بيها. يعني كلمة اللي اتقالت في أول اللقاء بتاعنا ده، يعني كلمة بالشبشب دي مر، ما لأ خلاص عايزين ننساها، يعني ما ينفعش أنا أقولها قدام أولادي عشان ما يلقطوهاش. ما هو أنا لو قلتها مرة وهم جم قالوها بعد كده خلاص هم ما عليهمش ذنب. طيب يعني يبتدي كمان يعرف حاجة عن حسن الخلق، يعني ايه يعرفها منين حسن الخلق دي؟ دي بقى في الأنشطة مقترحة، نجيب نشيد عن حسن الخلق، ممكن نشيد صغير نحفظ له النشيد ده، لما يجي يتعامل مع حد نستحس انه يتعامل بأسلوب راقي. طب لما يتعامل نعمل ايه علشان ندعم الاسلوب ده عنده؟ ممكن اني انا اكافئه. على فكرة المكافآت، اي مرة اقول فيها مكافأة نعرف ان المكافآت او التعزيز بيكون بضوابط، يكون له ضوابط. ايه ضوابط التعزيز؟ ان مش لازم كل مرة تكون المكافأة عبارة عن حاجة مادية، يعني مينفعش كل مرة اكافئه مثلا بفلوس، مينفعش كل مرة اكافئه بهدايا، لا ممكن اكافئه بستيكرز حلو، ممكن اكافئه بطبطبه عليه، ممكن اخده في حضني كده احسسه بالحب يعني وبالعطف وبالحنان وباني انا معجب وفخور بيك. ممكن التعزيز يكون حاجه حلوه من البيت يحب ياكلها مثلا، او اعمل له سندوتشه معينه، ده يبقى تعزيز. وبعدين مش في كل مرة بيعمل حاجة كويسة انا لازم اديله تعزيز، ليه؟ عشان ما يتعلمش ويتعود ان هو بيمشي بمقابل او بينجز بمقابل، فدي هتفضل طول عمرها ملازمة ليه، الارتباط ده هيفضل متلازم عنده. في مرات هو بيعمل برافو عليك، ممتاز، احسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير، وخلاص وخلصنا. مرة تانية بلا باخده بالحضن، على حسب الحاجة اللي بينجزها او على حسب الحاجة اللي هو عملها. طيب ايه تاني في المجال السلوكي والاخلاق؟ يستجيب لتعليمات البالغين، البالغين اللي هم من الام والاب واخواته الاكبر منه، او عمه خاله جده جدته، اي حد اكبر منه هيستجيب. احد يقول لي يعني هو لما اي حد
في الدنيا هيكلمه هيحترمه، اه هيحترمه. طب ولو حد ما بيكلموش باحترام أوي يستحس ان هو يكلمه باحترام، وهنا هيبقى ابتدى بدري قوي انه يشتغل في مجال الدعوة. يعني هو لو اخد على انه يعامل باحترام وبتقدير للذات، هيبتدي يعامل الاخرين كده، ولو حد جه عامله بشكل غير كده هيبتدي يصلح الاخر. تمام؟ وهنبتدي نضبط سلوكياته بقى كمان، ان هو لما يجي يعبر عن انفعاله ما يعبرش الا بشكل لائق ومناسب للفعل اللي اتعامل معاه. يعني ما ينفعش واحد ياخد منه حاجة يبقى نفس سلوكه لو حد ضربه، لا، يعني دي لها رد فعل ودي لها رد فعل، هنشوفها دلوقتي. يستجيب لتعليمات البالغين يعني ايه؟ يعني يتقبل النصح. يعني لما انا اقول له خلي دي هنا، او ما ينفعش تمشي والكذا في ايدك لحسن، يتقبل ده، المفروض ان هو يتقبل. طب لو لقيت طفل ما بيتقبلش اجيبه وطبطب عليه، يمكن انا اللي قلت له بشكل مش كويس، يمكن انا هو بيحب الحاجه دي جدا وكمان في نفس الوقت حابب يروح مثلا الغرفه التانيه، طيب انا اساعده، ممكن اقدم له مقترحات، اقول له طب ايه رايك انا اساعدك اشيلها معاك واوديها لك هناك، او اني انا بس خايفة عليك لحسن تقع تتخبط تقعها على نفسك وهي ساقعة قوي او سخنة قوي، او انك انت تبهدل نفسك. يعني اشوف كده اوازن الموقف واشوف ازاي انا اقدر اساعده، ولو ما استجابش مني قد يكون اني انا وصلتها له بطريقة غلط، ما وصلت لفكره وعقله اكيد. يعني يقول لك ايه، اذا انت عايز تكسب دايما اللي قدامك، رجع على نفسك دايما، حمل نفسك مسؤولية ان ما وصلتلوش الرسالة بتاعتك بشكل صحيح، هو بقى العيب عندي انا، دايما العيب عندي انا، دايما نحمل نفسنا مسؤولية. حاجة تانية، طيب ازاي هيستجيب لتعليمات الكبار؟ ممكن احكي قصة فيها حد عنده حسن خلق وحد تاني ما عندوش حسن خلق، واجيب بقى في نهاية القصة اللي عنده حسن خلق ده ازاي نهايته جميلة، وازاي الناس ابتدت تحبه، وازاي الناس بتقف جنبه، وازاي الناس بتقدره، وازاي الناس بتحترمه، وازاي بتدعي لمناسباتها وحفلاتها وبتحب دايما انه يكون عندها، وهكذا. طيب ايه تاني في المجال السلوكي والاخلاق؟ يعبر عن حبه للجمال، جديدة الحكاية، حبه وتقديره للجمال دي. أنهي جمال؟ الجمال ده يبدأ يشوفه من مظاهر الطبيعة مثلا، يعني ألفت نظره لأن في السماء سحب شكلها حلو، ساعات بتشكل كده شكل جميل. ألفت نظره لأن في ساعات في وقت الشروق بتبقى المنظر رائع، وفي وقت الغروب لما نطلع على بحر او نعدي على نيل نستحسن منظر المياه، لما نعدي على شجرة نشوف الالوان الرائعة اللي فيها. يعني لازم نخليه يستشعر معنى مظاهر الجمال في الكون. تبدأ كده من الحاجات الكبيرة في البيوت عندنا، لو جبنا زرعة صغيرة، تابلو بسيط نعلقه كده صغير في غرفته، منظر حلو، وردة، وهكذا. يعني لازم يبقى أنا حاطة في دماغي وأنا بربي ابني، وكمان في الفصول، الناس المعلمين والمعلمات في الفصول لازم أزين الفصل وأرتبه، مش لازم تبقى الحاجات كتير، لأ، بس تبقى جميلة، تبقى مترتبة بشكل لطيف بس. كمان في البيوت مش لازم تكون المقتنيات لا كتيرة ولا لازم تكون غالية أبدا، بأبسط الحاجات ممكن ان انا اوفر وهيئ جو جميل ولطيف ومرتب. ممكن كمان احببه في الجمال ان انا ارسم لوحة، او اجيب لوحة مرسومة ومتلونة واجيبها بشكل تاني مفرغ، او انا اقلدها على ورقة تانية مفرغة ونبتدي احنا نلونها. ودي على فكرة حاجة جدا، نشاط مدعم جدا لتنمية الذوق والجمال والاعتماد على النفس. لما طفل كده بيشوف منتج لنفسه، هو ده يعتبر منتج، يعني هو كان ماسك لوحة كده
ماهيش جميلة ولا فيها أي مظاهر جمال، وابتدى يلونها وابتدى ينظمها وابتدى ينسقها، فده يعتبر منتج بالنسبة له. فلما بيشوفه ده جدا مدعم، مدعم جدا قوي للأطفال، وبيديهم بيمنحهم الثقة بالنفس. الفنون عموما لها تأثير كبير على تشكيل الشخصية. ممكن كمان ان انا في البيت اختار قنوات، يعني ربنا يكرمكم ابعدوا عن قنوات الكرتون وام بي 3 وام بي سي 4 وام بي سي مش عارف ايه وسبيستون، القنوات دي مدمرة. اما القنوات بقى الناجحة، نلاقي قناة مثلا لو بتجيب مناظر طبيعية، بتجيب حاجة هادية، يعني حاجة بتدعو الى الهدوء والسكينة والحركة اللطيفة المتزنة في حياة الطفل، مش طول النهار خبط وحد بيرمي حد من فوق حاجة، وحد بيكسر حد، وحد بيشخط في حد، يعني شيء مؤذي جدا. التعبير عن الجمال كمان ممكن يكون بأن هو يرتب الألعاب بتاعته، ده نوع من تنمية الجوانب الجمالية في نفس الطفل، يرتب الحاجات. يعني هو بيلعب في مكان انا محدده له، في غرفته او في مكان في البيت، مكان ما او حتى في الفصل، وبعد ما نخلص نلم حاجتنا. ده شيء مهم وضروري، مش لازم ان انا اجيب حد يكون مساعد يعني يلم، لا هو يبتدي يلم حاجته بنفسه وبتدي يحطها. يلا على ذوقك، انا عايز اشوف الذوق بتاعك الرفيع، وانا عارفه ان انت ذوقك حلو، يلا شوف هتحطي انهي قدام وانهي ورا والالوان مين جنب بعضها. في الالعاب العاديه خالص شوفوا كده عنده منطقيه في الفكر، هل بيحط الالعاب الكبيره لورا والالعاب الصغيره قدامه، شوف بيرتبهم ازاي يعني، وهتستشف بقى حاجات من طريقه ترتيبه يعني. طيب ايه تاني في المجال السلوكي؟ انه يعتني بتنظيم ادواته مقتنياته، دي هتنمي الجمال وفي نفس الوقت هتنمي جوانب شخصية عنده، ان هو يرتب شنطته اذا هو بيروح رياض اطفال، ما بيروحش وانا جايباله في البيت اي شوية العاب او دفتر او بيرتبه هو بنفسه، انه ما يبوظش العابه، ما يتلفهاش، ما يكسرهاش، ما يخبطهاش وهكذا. وممكن كمان استعين بيه ان هو يساعدني في البيت على انه او في الفصل على انه يرتب الادوات، مثلا نلم الاقلام، نلم الاوراق لما اشتغلنا في الفصل او في البيت، انه هو احنا مثلا بنشيل السفرة، طب انت شيل المعالق مثلا، اختار له كده حاجة صغنطوطة ما يكون فيها خطورة عليه. الشوكة لا بلاش لانها لها سنون، ممكن معلقة، ممكن اطباق لو بلاستيكية لو وقعت على الارض او كده ما تتكسرش منه وهكذا. المهم ان انا بس انمي عنده حتة انه يبقى عنده ذوقيات ورقي، وان هو يرتب وينظم حاجاته بنفسه عشان المجال السلوكي عنده يبقى راقي، ومن البداية انا بعتني بالمجال السلوكي عنده. اخر حاجة في المجال السلوكي اعتقد ان هو يفرق بين السلوكيات المقبولة واللي الناس بتحبها لاخرين والسلوكيات اللي مش مقبولة. يعني ايه؟ يعني لما يعمل حاجة كويسة لما يقول كلمة لو سمحت، ده سلوك جميل منك. لما انت تشيل حاجة اكلت فيها او شربت فيها، دي حاجة جميلة منك. لما حد يكون يقول انا عطشان وهو يروح يجيب له ازازة مية، دي حاجة جميلة منه، ده عنده مبادرة وعنده شعور بالاخر، ودي حاجة لطيفة جدا. فهو يبتدي بقى يميز، هيميز منين؟ من كلامي انا، ده حاجة جميلة منك انك عملت كده، انا بشكرك لانك عملت كده. حاجة مرة تانية عملها، بلاش كلمة انا زعلانة منك، لا انا مش زعلانة منك، بس تعرف انا بحبك قوي وبقدرك قوي او بقدرك قوي، لكن انت ما خدتيش بالك انك عملتي الحاجة الفلانية ودي ما كانتش تمام. احاول دايما ان الرسائل بتاعتي تكون ايجابية للطفل اللي قدامي. ممكن اعلمه على فكرة السلوكيات الحسنة الكويسة منين؟
ان انا اعرض له صورة فيها سلوك جيد واعرض له صورة تانية فيها سلوك غير جيد، واقول له شايف الصورة دي، او اعلقهم على التشارت اللي احنا قلنا عليه في البيت او في الفصل، اعلقهم قدامه واقول واحط على ده علامة صح وعلى ده علامة غلط، او على ده وجه كده ضاحك ومبتسم وعلى ده وجه لا مش مبتسم منكد يعني. وبعدين دايما دايما اتوقع من الطفل السلوك الجيد، يعني دايما اقول له وادعمه واقول له على فكرة انا دايما عارفة انك انت ان شاء الله بيكون تصرفك حلو، فهي دي شكلها دي كده ما خدتش بالك لما طلعت منك الحكاية دي، او انت قلت كلمة مش لطيفة، او رديت رد مش لطيف، او صرخت بشكل مش لطيف، او خلاص. كده المجال السلوكي والاخلاقي. بقلنا المجال العقلي، لو ناخده وبعدين ممكن نبقى نناقش مع بعض اذا انتوا ليكوا استفسارات. المجال العقلي في مجموعة من المعايير مجموعة من المعايير في المجال العقلي، زي ايه؟ هيبتدي يمارس بقى بعض العمليات العقلية. يعني ايه عمليات عقلية؟ يعني هيصنف حاجات، يعني مثلا لو انا جبت له مكعبات وقلت له حط لي الازرق كله مع بعض والاخضر كله مع بعض والاصفر كله مع بعض، هيبتدي بقى يشتغل كده. اهي دي عمليات عقلية، عمليات عقلية بسيطة على قد سن. هيبتدي مثلا صور، انا جايبه له مجموعه صور كتيره واقول له صنفهم لي، خلي لي الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم، خلي لي اللي الوانهم حلوه واللي مش ملونين، خلي لي اللي فيهم سلوكيات حسنه واللي فيهم سلوكيات مش مظبوطه او سيئه، وهكذا. كده هيبتدي هو يمارس بعض العمليات العقليه، تمام؟ وتبتدي تتطور بقى عنده المهارات، ان هو يسمعني لما بقول انا عايزاك تصنف على انهي اساس، او توزع الصور دي او المكعبات دي على اي اساس، هو كده سمعني، ودي مهارة. انه يسترجع وهو بيشتغل، هي ماما كانت قالت لي ايه او المعلمة كانت قالت لي ايه، يسترجع برضو دي مهارة. وانه هو يستدعي كمان معلومة من دماغه، هل دي حاجة حسنة ولا دي حاجة سيئة ولا لا. هيصنف، يعني هيبتدي يشغل عقله ويشغل دماغه من خلال ايه؟ من خلال النشاط او السؤال اللي انا او الصور او الالعاب اللي انا مديها. وابتدي بقى اديله بعض المهام البسيطة خالص، يعني مهمة، من يعني دايما احرص على ان المهمة اللي انا اديها للطفل تكون خطواتها بسيطة، يعني ما ينفعش اقول له 3 4 طلبات في وقت واحد. احاول دايما اقول له مهمة واحدة ولما ينجزها، خاصة مع الاطفال اللي انا احس ان امكانياتهم ومهاراتهم وقدراتهم مش عالية قوي. انما لو طفل قدامي قدراته تستوعب، ممكن اقول له طلبين، يعني بعد ما تعمل دي بقى اعمل دي، تمام؟ معيار تاني في المجال العقلي انه هيكتسب بعض المعلومات من محيط البيئة. لازم بقى يبتدي يكتسب، هيكتسب ايه؟ يعني مثلا يعرف يسمي الحواس الخمسة في جسمه، يحددهم، يعرف اماكنهم، يعرف يوصفهم، يعرف وظيفتهم، يعني يعرف ان هو بيتكلم وبياكل عن طريق مثلا الفم، وبيعرف يستنشق عن طريق الانف، وبيعرف يشوف عن طريق العين، وهكذا. وكمان الحكاية دي بتنمي عنده مهارة الملاحظة، هيتطور عنده مهارة يلاحظ الأشياء. أنا بشوف مثلا بعيني حاجة غلط، رسمة مثلا بديها له ومثلا أعمل أبريق شاي وأخليه ناقص مثلا إيد، يقول طلع لي الجزء الناقص في الصورة، أو لازم تكون صورة كبيرة وواضحة، ويفضل إنها تكون صورة واحدة في المرحلة اللي إحنا فيها دي، تكون صورة واحدة علشان ما شتتوش قوي. ممكن اعمل منزل صورة بيت ومثلا ما فيهوش نوافذ مثلا، او ملهوش باب، هل هيبتدي هو يلاحظ؟ هنا بقى انا بشغل المجال العقلي عند الطفل. طيب حاجة كمان معيار تاني، ان هو يحاول يوجد حلول
لبعض المشكلات البسيطة اللي بيتعرض لها. زي ايه؟ مثلا هو عاوز يدخل الغرفة من الغرف والنور مطفي مثلا، لما اشوفه بيتصرف ان هو يشد كرسي او يجيب مخدة يحطها ويقف عليها ويولع النور، ده يعتبر هو كده عنده مهارات عقلية ابتدى يستخدمها وابتدى يحل بعض المشكلات البسيطة اللي بتواجهه. زي ان هو جاب وسيلة علشان ترفعه شوية، هو لسه قصير او هي لسه قصير، ترفعه شوية وابتدي طول، ان بدل ما يقف عاجز قدام المشكلة فابتدي يدور لها على حل. بس الحكاية دي لازم اكون حذر فيها، ان في بعض الحاجات انا اقول له يعني يفضل انك انت ما تتصرفش لوحدك فيها. مثلا هو حابب يتفرج على تلفزيون واحنا مش مثبتين الفيشة في مكان معين وهي خلاص اوريدي ما بنشيلهاش، ما يروحش مثلا يحط الفيشة. لا، في حاجات انا اقول له ينفع انت تعملها وفي حاجات ما ينفعش، وخاصة الحاجات اللي ما ينفعش ان انا انبههم للحاجات اللي فيها خطورة، ولازم انبه، وكمان لازم اكون واعية لاني هو ما يروحش يجربها بنفسه. هو حتى لو عنده حب استطلاع انا اكون معاه، يعني انا اكون معاه في المرات الاولى للتدريب، او انا امسك ايده من بعيد، امسك ايده مع ايدي، اقول له نتشارك وبعدين ما تكبر شوية هتبتدي تعملها لوحدك وهكذا. هيبتدي كمان في المرحلة دي المجال العقلي بتاعه علشان ينمو، هيطور قدراته على التركيز، هيبتدي يحب يركز في نشاط معين. انا اللي لازم انمي عنده حكاية انه يركز في نشاط معين دي، لان ده مهم جدا في المرحلة دي. طب هعملها ازاي؟ ممكن اقول له ان انت لما بتتابع عملك وبتركز فيه بيطلع احلى. ازاي؟ ارسم له تفاحة مثلا كبيرة وابتدي اكلمه وخليه ينشغل واشوف شكل الالوان طلعت ازاي. مرة تانية اجيب له نفس التفاحة دي في ورقة تانية وابتدي اقول له احنا عايزين نركز في التلوين بتاعنا علشان كله يكون في اتجاه واحد، القلم يكون في اتجاه واحد، وكمان عشان ما اخرجش عن الحدود، وكمان عشان ما تطلعش حتة الالوان فيها تقيلة عن حتة تانية، وهكذا. ابتدي اخليه انا اللي ادربه على ان هو يركز ببصره وقدراته في ان هو يتعلم نشاط معين او يركز في العمل اللي هو بيأديه. ممكن كمان انبهه الناس اللي ما عندهاش قدرة عالية على الانتباه وعندها كتيرة الحركة والكلام ده، ابتدي اقول له احنا لازم ننصت كويس ونسمع مثلا الكلام اللي جده بيقوله او اللي بابا بيقوله او وهكذا. لو انا عايزة اتعامل كويس مع الناس اللي هي كتيرة الحركة دي ما ايدهاش كتير، ودايما اديها مهام فيها حركة، خليه يروح، يبقى هو بيشتغل شغلانة وبينجز، مش بيتحرك حركات عشوائية وما غير هادفة وانها مزعجة وخلاص. يعني لا، انا اخليه يتحرك يروح يودي حاجة ويجيبها، هو كده بيحب الحركة. وبعدين انا بنفسي اجي اقول له يلا انت مثلا انا هلعبك لعبة مثلا، هو اصلا بيحب الحركة، ممكن اقول له هنتنطط 10 مرات ونشوف مين فينا هينط اعلى من التاني، او نشوف مين فينا هيتعب قبل التاني، او نشوف مين فينا، وهكذا اشاركه. طب دلوقتي هناخد شوية هدوء، اجيب له كرسي كده وهنقعد وهنركز في اللي انا هسمعه، هنحفظ مثلا الصورة دي، وبعدين بعديها على طول هيبقى عندنا بريك وهنقوم نلعب اللعبة الفلانية كده. يبقى هو عارف ان عنده مساحات هيبقى حر وطليق فيها، منطلق يعني، فهيبتدي هو يستمتع بالجلوس معاه. وانا في الاول الناس بالذات اللي كتيرة الحركة في الاول ما كترش الاوقات اللي انا عايزه يركز فيها، بالعكس اكتر الاوقات اللي هو بيلعب فيها، وابتدي استبدل، يعني اخد دقيقه من هنا اضيفها هنا، اخد دقيقه من هنا اضيفها هنا. يعني ايه؟ ان شاء الله تكون دي واضحه ليكم، ان انا مثلا اعمل له 5 دقائق تركيز و10 دقائق لعب، وبعدين ابتدي اخليهم 6 دقائق تركيز و9 دقايق لعب، وهكذا ابتدي اخد من هنا واقلل من هنا، اخد من هنا واقلل من هنا، بس ما منعش
حكاية انه يلعب ويبقى فيه بريك كل شوية ويبقى فيه ترفيه ويبقى فيه حركة، دي لا يمكن تتمنع عند الأطفال حتى لو هو مش كتير الحركة. كل الأطفال بتحب الحركة وبتحب اللعب وبتحب التنطيط، وأنا لازم أحترم خصائص المرحلة اللي هم فيها دي وأحترم مظاهر النمو الطبيعية في المرحلة دي، إني هو بيكبر كده، هو كده بيكبر، وأخده أنا أخرجه لمكان مفتوح ياخد فيه حريته بشكل أكبر. أعتقد آخر نقطة ممكن تكون عندنا في المجال العقلي إن هو يوظف التفكير في حياته الشخصية. يعني إيه؟ يعني مثلا عنده مشكلة مثلا مع والده أو مع والدته، نخليه يفكر. يعني مثلا افترضنا طفل مثلا باباه زعلان منه، طب انا بقى كأم ابتدي اقول له ايه؟ طب انت فكر كده في حل او في طريقة علشان نصالح بيها المعلم، او نصالح بيها المعلمة، او نصالح بيها بابا، او نصالح بيها جده او خاله او الشخص او صاحبه اللي هو زعلان معاه. فكر في طريقة، هيبتدي يستخدم تفكيره في انه هو في حياته الشخصية. طب فكر كده، احنا عايزين نخرج اخر الاسبوع، نخرج مكان علشان مثلا نفرح او انت تلعب او ننبسط شوية، تقترح ايه؟ نبتدي نخليه هو يفكر. ده طبعا بيجي بعد ما بيكون راح مثلا مكانين ثلاثة، ما ينفعش هتكون اول خروجة في حياته وهقول له اقترح. هو ممكن اقول له اقترح برضو، يعني ممكن اقول له ايه؟ تحب نروح مثلا عند خاله، ولا تحب نروح الشارع نشتري من المحل، ولا تحب نروح مثلا نقعد على البحر شوية لو في بحر في المكان اللي احنا فيه او في نيل وهكذا، او تحب نتمشى، نمشي بس كده يعني نتفرج على المحلات وخلاص. فيبقى عنده فرصة اني اخليه يستخدم كلمة فكر، يستخدم كلمة التفكير في اختياراته وفي مقترحاته وفي حياته. كمان ينوع طريقة التفكير، ينوعها يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول له ايه، اقترح ازاي نصالح بابا، هو قال حل واحد، اقول له طب اقترح حل تاني لحسن الحل ده مثلا ما يناسبش بابا او ما يتصالحش عن طريق الحل ده. يعني مثلا لو انت يقول انا هصالحه اني هروح مثلا ابوس راسه، طب افترض ما تصالحش، طب نفكر في حل تاني عشان يبقى عندنا بدايل. هو ده اللي انا عايزاه، ده اللي انا عايزاه في المرحلة دي، ان هو ينوع في طريقة تفكيره. كده يعتبر يعني احنا خدمنا المجال العقلي عند الابن او الابنة اللي احنا قائمين على تربيتهم، وده يبقى شيء كويس جدا ان احنا اهتمينا بالجانب العقلي واهتمينا بالجانب الشرعي واهتمينا كمان بالجانب السلوكي والاخلاقي واهتمينا بالجانب الإيماني، الجانب الإيماني. هنتوقف عند المجال ده وهنستكمل إن شاء الله المرة الجاية، بس دلوقتي معانا الفترة أو الوقت المتبقي نتناقش فيه أو نسمع نشوف تعليقاتكم أو إذا لكم أي استفسار. آخر حاجة في المجال السلوكي، الجست رقم واحد اللي عنده 3 أسئلة من فضلك، هننتظر بس علشان واحد واحد. دلوقتي أستاذة هبة بتقول ممكن آخر حاجة في المجال السلوكي، هو المجال السلوكي على السريع كده، احنا كلنا قلنا فيه ايه؟ المجال السلوكي قلنا هيتدرب على الآداب والأخلاق، وبعدين هيستجيب لتعليمات البالغين، وبعدين هيعبر عن حبه للجمال، وبعدين هيعتني بتنظيم أدواته ومقتنياته. آخر حاجة قلناها في المجال السلوكي والأخلاقي إنه هو هيفرق بين السلوكيات المقبولة والغير مقبولة، عن طريق قلنا صور، عن طريق قصص، عن طريق فيلم كرتون بيشوفه،
عن طريق ان انا نفسي بصنف معاه ده كان سلوك كويس منك، اما ده شكلك ما فكرتش كويس قبل ما تعمل السلوك ده. تمام، نشوف بقى. عندي 3 أسئلة، اتفضلي. العفو يا هبة. اللي عنده 3 أسئلة جس رقم 1، وانا افضل ان لو نغير اسماءنا علشان انا احب انادي كل واحد باسمه، يعني حتى دي اعتقد انها شيء كويس يعني. الايميل عند اروى، ممكن هي ان شاء الله تحطه. 3 أسئلة. طيب. طيب في حد عنده اي تساؤل تاني؟ ايوه تمام. هل يفضل اياد، هل يفضل مع والده واختلاطه مع الرجال والانثى مع اصدقاء امها؟ طبعا دي نقطة في منتهى الأهمية. من الصغر يفضل طبعا ان البنت مش هتخرج في مجتمع اصحاب باباها، وتكون كلها يكون كلهم من الرجال. هو يفضل انها تكون لو هتخرج مع مامتها يكون في اطفال من سنها، هي يفضل حتى ما تقعدش في مجتمع الكبار عموما حتى لو مع مامتها، لاني هيتكلموا في مواضيع هي لا هتنسجم معاهم ولا هتستمتع بالجلوس معاهم، وهم كمان مش هيبقوا منتبهين. الا اذا في برنامج بيتعمل، الناس اللي بتتقابل دي عندها وعي كافي وبيبقوا مرتبين في جدول اعمالهم برنامج خاص بالاطفال اللي معاهم، بيعملوا لهم مسابقات، بيعملوا لهم العاب جماعيه، بيعملوا لهم وهكذا، ممكن تخرج معاهم. اذا ما كانش الام تقتصد في خروجها في مرحلة ان الاطفال صغار جدا ومحتاجين رعاية في الفترة دي، ان انا ما اخرجش كتير، ولو خرجت ما طولش. رقم استاذ اياد ان شاء الله يكون واضح عند حضرتك دلوقتي. عندما اشجع الاطفال لقول القران، لا لحظه، العفو العفو استاذ اياد، نشوف. عندما اشجع الاطفال لقول القران معي اقول لهم ان الملائكه تكتب من يقرا. لا انا لسه ما قراتش الطفل. عندما أشهد لقول القرآن معي أقول له من الملائكة تكتب من يقرأ. الملائكة تكتب من يقول، فهل هذا يعتبر خداع عقلي لهم؟ لا طبعا، لا خالص، بالعكس. هو بس الموضوع أني لما يتطرقوا للموضوع ده، هل بيسترسلوا معك فيه ولا بيصدقوك كده لما تقول أن الملائكة موجودة وبتكتب؟ لا طبعا، بالعكس، ده هو الايمان بالملائكة ركن من الاركان اللي احنا هنحرص على تعليمها للطفل بعد كده، لكنها بتيجي في مرحلة بعد كده شوية، يعني ممكن في المراحل الابتدائية. لا طبعا مش خداع. هو استاذ ابراهيم كمان قال اهو، لا مش خداع. طفل ايه مواعيد المحاضرات؟ هو انا كنت اقترحت في الاول ان لو يفضل، لو حابين نخليه يوم الثلاث في نفس ميعادنا بعد العشاء برضو من 7 لـ9 يكون كويس جدا، من 7 لـ9 يكون كويس جدا. فلو انتم موافقين على الميعاد ده علشان نحضر نفسنا على يوم الثلاث اللي جاي بامر الله تعالى.
ايوه دي فكره كويسه جدا يا هبه، ان الايميل يتحط هنا على الشات يا اروى اذا سمحتي، هيبقى بس الرواد هم اللي هيبقى معاهم. وجزاك الله خير، شكرا يا هبه على الاقتراح الجميل ده. طيب في اي على فكره يا جماعه احنا بقالنا بالظبط تقريبا 9 دقايق، عشان لو حد له اي تساؤل، لاني انا بستأذنكم مش هقدر امد في الوقت النهاردة، لاني هما 2 ساعة يعني انا مرتبة حالي على كده. ما رأيك طفل بابو التكنية بابو فلان بام علشان في محاضرة تانية في نفس الوقت. طب تحبوا نخلوه الأربعة؟ أو لو عاوزينه الأحد أو السبت مفيش أي مشكلة في أي يوم. هو أنا حابة بس لأن في ناس هنا يعني طلبوا ده، الطفل العنيد علاجه في كلمتين، ان الام والاب يتغيروا شوية ويهدوا قصاد الطفل وما يوصلوهوش للي بيعنده. يعني هو بيعاند على ايه؟ انا لما باجي اعرض عليه اي امر ما وصلوش للعناد. لو الاحد ماشي، السبت حلو. خلاص اقترحي يوم يا اروى وخدي عليه. خلاص اذا السبت مناسبكم، لا الجمعه بلاش اذا سمحتولي، بلاش الجمعه. هو لو السبت او الاحد كويس جدا. اذا بالظبط طيب ناخد الاحد، انا موافقة على الاحد، ايه رأيكم؟ تمام. خلاص لو لحد كويس يعني انا ما عنديش مانع. هو الفكرة كمان انه كنتوا لازم تكونوا راضيين، لان هو الموضوع مشترك بيننا. يعني نخليها الساعة 9، نبدأ 9. انا هاخد يوم الاحد، انا بالنسبة لي وعملت سبميت. خلاص انا اخترت الاحد.9 صعب قوي يا شيماء، يعني 9 يعني عندي انا هنا 10، ويعني كده مش هقدر باي حال من الاحوال اقعد ل 12 وانا عندي يعني برضو في صلاة في شغل، عرفتي؟ فتسع صعب جدا. انا اقصى حاجة ممكن اقعدها الساعة 10 بالليل. يعني في في جدة كتب واناشيد للاطفال. تمام. والله هو في كتب كتير، بس انا عندي هنا كنت مدونه لكم كام حاجه. في سلسله اسمها تسعة هيكون متاخر. خلاص احنا اتفقنا، لا ان 9 صعب يا جماعه. هو انا بعد صلاه العشاء جدا مريحني، ووقت كده ذهبي يعني، وقت حلو يوم الاحد.
الساعة 5 يوم السبت، بس ده هيكون قبل الصلاة يا أروى، أنا عايزاها دايما يكون بعد صلاة العشاء علشان كل الناس تبقى صلت ورجعت واستقرت، يعني ما تجيش الصلاة بعد نص ساعة من البداية فنضطر نوقف يعني. اه 7 بدري بقوم نصور. والله انا عايزه اللي يناسبكم انتوا كمان علشان نكون راضيين كلنا. صلاه العشاء في مصر بتخلص تقريبا 8 يعني اعتقد كده. طيب الكلام النهائي في مصر الساعه 7 العشاء بتخلص. لا اعتقد احنا عندنا هنا الساعة 7. طيب يعني نخليها 7. 7 كويس يعني زي ميعادنا ده. انا علمت الوضوء على الهواء والصلاة، ولكن الصلاة عايزة اخليها. تمام الساعة 7 بتوقيت مصر. تمام خلوها 8. طيب يا جماعة خلوها 7:30 علشان ماشي. طيب خلوها 7:30 ان شاء الله علشان الاخوات او الاخوة اللي بيجوا من الجامعة يكونوا يعني حتى لو ابتدينا ما يكونش فاتهم كتير. 7:30 يوم الاحد. خلاص تمام اتفقنا 7:30 ان شاء الله يوم الاحد. يعني اذا احنا الاحد الجاي ده عندنا الساعة 7:30 اتفقنا. لا ان شاء الله الحد الجاي ده كمان فيه. ليه؟ لاني لو كنسلناه هيبقى الخميس الجاي مفيش، وهيبقى كده فترة طويلة، فاحنا معلش هناخد الحد الجاي بإذن الله تعالى. ايوه التوقيت السعودية 8:30. تمام اتفقنا. استاذ محمد احنا خلصنا، مع ان احنا افتقدناك النهارده يا استاذ محمد، بس ان شاء الله باذن الله. يعني علمت الاطفال الوضوء على الهواء والصلاه، ولكن ارجوكوا بس عايز اقرا السؤال بتاع الاخت اللي بتتكلم عن الوضوء والصلاه. يا استاذ محمد ان شاء الله هتلاقي الايميل موجود هنا، موجود على الشات. وبعدين حضرتك اذا في اي استفسار عن اي حاجة، وان شاء الله لما اروى يفعلنا المحاضرات اكيد تبقى تحصل المحاضرة دي اللي فاتتك، لان حضرتك معانا من الاول، وانا سعيدة بوجودك معانا دايما باذن الله تعالى. الخميس الجاي؟ لا مش الخميس يا استاذ ابراهيم، احنا اتفقنا ان احنا هنكون يوم الحد الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. طيب وفي النهاية جزاكم الله كل خير، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. هل تحتاجوني انا كمان علشان اسمع الدعم الفني يا اروى، ولا انا خلاص؟ اسماء الكتب اقول لكم. طيب انا هقول اسماء الكتب والايميل يا استاذ محمد موجود على الشات، استاذ اروى حطيته. اسماء الكتب سريعا، في سلسله اسمها سلسله اصحاب المهن، يعني لو نلاقي حاجه بتتكلم عن مهن في السن ده جدا يكون حلو عشان يتعرفوا على المهن. وفي سلسلة تانية بتجيب دايما الأضداد، يعني ايه؟ بتجيب صورتين بتقارن بينهم، ده حلو كمان عشان نتعلم الصح من الغلط، اللي هي عشان التصنيف كمان.
حاجة تانية في سلسلة اسمها اقرأ واستمتع وتعلم مع الحروف. وعلى فكرة في مواقع كمان جدا جميلة للأطفال برضو في السن ده، خاصة في موضوع الحروف، لأن هي المرحلة دي كده اقرأ واستمتع وتعلم مع الحروف. أعتقد إنها بتاعت رضا الزواوي على ما أفتكر يعني، إنما هي السلسلة دي جدا رائعة. في كمان أرقام وأنشطة للأطفال المبتدئين. طب يا أستاذ محمد، أنا لو مكانش عندي ظرف كنت هقعد أعيد لك المحاضرة يعني، أنت جدا زعلتني يعني، يعني أنا هتأثر جدا باللي يعني هو إن شاء الله هيرفعوها لنا إن شاء الله على اليوتيوب بإذن الله تعالى. ربنا إحنا هندعو لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لهم في الوقت. وتبقى موجودة المحاضرات يعني. أنا جدا وفي كمان حاجة باقية، في حاجة جميلة جدا كانت موجودة في السوق وقعت تحت إيدي. دع طفلك يقول أنا أقرأ صرت أفهم، هي كده كان اسمها السلسلة طالعة. دع طفلك يقول أنا أقرأ، هي معمولة بشكل حلو، بيكتب الكلمة واحدة بشكل كبير، كلمة ماما، كلمة بابا، كلمة ربي، كلمة نبي، وهكذا. وبعدين بيجي بقى بينبسط الطفل لما هو يقدر يقرأها لوحده، وبيعلم بطريقة إجمالية يعني. وفي كمان سلسلة والله جميلة جدا اسمها سلسلة المثالي الصغير، فيها قرآن وآداب وسلوك وأناشيد. واللي فيه منكم يعرف أسماء كتب تانية يرفعها لزميلنا، وإن شاء الله ننتفع كلنا باللي بنسمعه. انا ما عنديش الحقيقة ايميل على الياهو، انا ما عنديش غير هو الهوت ميل ده. محاضرة يوم الاحد الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. 7:30 عفوا، 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيتنا احنا هنا السعودية. يعني 7:30 بتوقيت القاهرة، يعني بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. هو بس الميعاد اتغير. هو مش مناسبك يا أستاذ محمد إن هو يكون يوم الأحد 7:30 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. طيب اتفضلوا يا أروى في الدعم الفني بقى علشان نشوف اللي حضراتكم عايزين تقولوه. انا معاكم لمدة 5 دقايق كمان.